الخير وحلقة جديدة وهنا العاصمة. النهاردة هنستقبل وزير التربية والتعليم دكتور أحمد جمال الدين موسى في ليرد على السؤال الأهم الآن في كل البيوت المصرية: ما هو مستقبل العام الدراسي؟ ماذا سيحدث في إضراب المدرسين؟ متى ستنتظم الدراسة؟ هذا هو السؤال الأهم الآن في كل بيت مصري مع إضراب المعلمين منذ بداية العام الدراسي هذا الأسبوع. كل أسئلتكم على الفيسبوك، اتصالاتكم هناخدها مع وزير التربية والتعليم. النهاردة كان الحقيقة المفروض ان احنا نستقبل الفريق مجدي حتاتة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، لكن الحقيقة الفريق حتاتة آثر ان يفسح كل المجال للوزير، خاصة وان القضية متشعبة ودقيقة وتهم الشارع المصري بشكل اساسي، وقال لنا انه يفضل ان يؤجل اللقاء للثلاثاء المقبل. واحنا الحقيقة بنحيي الفريق مجدي حتاتة تقديره للظرف اللي احنا فيه دلوقتي، ان هو فضل المنفعة العامة على اجراء حوار، وهنستقبله يوم الثلاثاء المقبل الفريق مجدي حتاتة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. لكن عندنا قبل ما نستقبل الوزير خلال دقائق قليلة عندنا مجموعة من الاخبار الهامة بنحب نقولها لكم دايما قبل اي حد، قبل ما تسمعوها من اي حد. منذ ايام قليلة كان في خبر كده نشر الحقيقة على استحياء، انه هناك مرسوم عسكري من المجلس العسكري بالبدء في تطبيق الضريبة العقارية بداية 2012، وما اعرفش ليه الناس ما اهتمتش بهذا الخبر. الحقيقة الخبر ده شديد الأهمية بالنسبة للبيوت المصرية وبالنسبة للمواطن المصري اللي بيدفع ضرائب اساسا، بيدفع ضريبة دخل، وبالتالي في مشروع قانون الضريبة العقارية التي كان من المفترض ان تطبق بداية 2011، لكن تم تأجيلها، او وزارة المالية قررت في ذلك الوقت تأجيلها لظروف الثورة والاضطرابات وكل اللي حصل. في اجتماعات مستمرة كانت في وزارة المالية في الأيام القليلة الماضية، ورشحت عن هذه الاجتماعات عدد من المعلومات نحب ان احنا نقولها لكم ونناقش فيها الخبراء اول ما يكونوا جاهزين معنا على التليفون. اول جزء ان الجدل، هناك جدل الحقيقه، هناك بعض التعديلات هتكون حوالين هذه في هذا القانون او هذه الضريبه. اهم جدل داير دلوقتي داخل اروقه وزاره الماليه هو هل يكون الاتجاه الى رفع الحد الاعفاء على السكن الخاص من مثلا الحقيقه مش بس مليون لاكثر من مليون جنيه، حد الإعفاء للسكن الخاص لأكثر من مليون جنيه، ولا يتجه الأمر إلى إعفاء السكن الخاص؟ يعني في أمرين فيهم جدال دلوقتي، ولسه دي مقترحات على المائدة بيتم نقاشها، بيتم أخذ رأي الخبراء، ثم بعد ذلك تعرض على مجلس الوزراء ثم المجلس العسكري لإقرارها إذا كان هناك تعديل في القانون. وخلونا نحاول نسأل الأستاذ طارق فراج رئيس هيئة الضرائب العقارية. مساء الخير يا أستاذ طارق. الخلاف دلوقتي حوالين ايه في تعديلات تطبيق هذه الضريبة؟ هل احنا الاتجاه الى اعفاء السكن الخاص اللي هو انا مسكني مثلا او مسكن حضرتك او مسكن اي حد يعفى من الضريبة كاملا؟ والله هو حضرتك موضوع الاعفاء السكن الخاص او زيادة الاعفاء الاثنين محل بحث ودراسة، لان انا لما اجي اعمل اعفاء كامل للسكن الخاص المشكلة مش في حد الإعفاء والإعفاء السكن الخاص، المشكلة في كيفية التنفيذ. أنا باجي أعفي السكن الخاص لابد أولاً أعرف ما هو السكن الخاص. نعم. نمرة حاجة، هل أنا أقدر أوصل كراجل بتاع دار عقارية متخصص في الضريبة إلى أن هو هذا الشخص بيقيم في هذا المكان إقامة تامة؟ هل أنا من حقي أو عندي المجال إن أنا أتحرى عن إقامة هذا الشخص في هذا المكان؟ فبتبقى العملية صعبة شوية الناحية التنفيذية. برضو بيواكبها او بالتوازي معها النظر في حد الاعفاء ومدى الاستفادة اذا رفعنا حد الاعفاء، هل هيكون من الملائم؟ فالاثنين الحقيقة بحل دراسة في هذه الايام. طيب هل لو تم رفع حد الاعفاء يا استاذ طارق هيكون فوق المليون جنيه على ما اعتقد، لان احنا كنا وصلنا لحد اعفاء مليون جنيه مظبوط؟ وصلنا برضو الكلام ده ما وصلناش برضو مجرد مشاورات ايوه كنا بدأنا ب 500 وبعدين قلنا 750,000 وبعدين مليون، وارد حضرتك برضو بيخلي مناقشات ان هو يزيد عن كده وارد انما الحقيقه لغايه دلوقتي لم يتم تحديد
سقف لحد الإعفاء. ايه التعديلات التانية المقترحة في هذا القانون يا استاذ طارق؟ والله في اللي هي النسبة اللي هي سوف تقول للمحليات في القانون 25% للمحليات و75% تخش ايرادات الدولة. ده كان الاقتراح الاولاني او ده كان القانون الاولاني اللي القانون حضرتك الاولاني اللي كان طبعا كان بيضعه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير الماليه. دلوقتي في اتجاه ان هو يبقى 25% للمحليات و25% لصندوق تطوير العشوائيات. دي فكره كويسه. و50% تخش ايرادات للدولة. يعني ده من ضمن التكات اللي موجوده. التعديل من 25 75 للخزانه، 25 أيوة. للمحليات، 25 صندوق العشوائيات، و5% أيوة. للخزانه. بالظبط كده حضرتك. طيب هل يعني بالنسبه للمنشات التجاريه هل في تعديلات بالنسبه للمنشات التجاريه؟ المنشات التجاريه طول عمرها حضرتك خاضعه للضريبه، ما فيهاش حد اعفاء، انما برضه بيصار او في برضه مجال في مدى امكانيه اعفاء وضع حد اعفاء للمنشات الصغيره المحلات الصغيره الاكشاك الحاجات دي كلها اللي هي المنشات الصغيره هل ممكن نعفيها او لا، برضه محل دراسه ونشوف مدى تاثيرها على الحصيله هيكون قد ايه. طيب في قضيه التسجيل ودي قضيه شديده الاهميه، انه بصراحه مصر مش كلها متسجله، يعني كل العقارات في مصر معظمها غير مسجل. هنعمل ايه في القضيه دي؟ وكان فكره ان طبقا للقانون اللي فات لو انت مش مسجل مش هتدفع، فهل في تعديل في هذا الاطار؟ لا خليني اقول لحضرتك، انا كراجل بتاع دارات عقاريه انا يهمني تحصيل الضريبه من المقيم في المكان اللي هو المالك او المنتفع او من له حق عين بالانتفاع او بالاستغلال. فانما موضوع حضرتك الملكيه تقريبا الملكيه في مصر اللي مسجل ملكيه حوالي 3% فقط المسجلين، فلو ربطت انا الضريبه العقاريه بالملكيه يبقى انا كده مش هشغل ضريبه خالص. فموضوع الملكيه ده موضوع خاص بالشهر العقاري بيصدر فيه حاليا على اساس السجل العيني وكيفيه تسجيل العقارات او الوحدات السكنيه في انحاء مصر كلها بالكامل، ده مشروع. انما الحقيقه الضريبه العقاريه ملهاش علاقه بالموضوع التسجيل. طيب الناس بقى دلوقتي بتقول لهم ايه؟ اولا في ناس كانت قدمت اقرارات عقاريه وفي ناس ما قدمتش اقرارات عقاريه، مطلوب هل هتفتحوا الابواب لاستقبال الاقرارات العقاريه مره اخرى؟ بالظبط كده حضرتك برضو يعني ممكن تكوني موجوده معانا فعلا في الحديث، لان لما تيجي تطبقي ماده او تغيري ماده من المواد لابد في حاجات ثانيه في القانون لابد ان هو في تتبع ليها. فعلا موضوع الاقرارات النهارده كان بيثار الساده المستشارين القانونيين كان بيقول الله، طب ما احنا برضو كده لابد نفتح باب تلقي طلبات المره اخرى بالنسبه للاقرارات. فكل سعادتك المواد دي وهتقابلنا مواد ثانيه واحنا برضو بنبحث في التعديل، وارد جدا نشوف مواد ثانيه محتاجه الى تعديل. لا يعني سؤالي دلوقتي الاقرارات الناس اللي ما قدمتش اقراراتها العقاريه هتعمل ايه؟ ما انا بقول لحضرتك النهارده بنبحث مدى قانونيه فتح باب تلقي الاقرارات مره اخرى. لان خلاص لان الباب اغلق بصفه عمل القانون. المنشآت السياحية احنا عارفين ان السياحة تعرضت لضربة كبيرة بعد الثورة، وحتى هذه اللحظات السياحة الحقيقة حالتها مش في احسن حالتها، هل هيكون في جدولة، هيكون في مراعاة اعفاءات بالنسبة للمنشآت السياحية؟ احنا الحقيقة قبل تعديل تطبيق القانون كان في مبادرة من الإدارة العقارية ان احنا قعدنا مع السادة المسؤولين في غرفة المنشآت الفندقية عشان بس برضه نشوف وجهات النظر هم بيفكروا ازاي واحنا بنفكر ازاي. وبعدين كان في موضوعات محل دراسه انقطعت الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت دي، انما كان يعني انا الحقيقه لما قعدت مع معالي الوزير قلت له يا ريت نقعد مع اصحاب المنشات الفندقيه والسياحيه والصناعيه نشوف برضو الاتجاهات ماشيه ازاي. والحقيقه برضو حاجه تقال للحقيقه يعني ان الدكتور حازم عايز يخلي المنظومه الضريبه العقاريه من داخل المنظومه الاقتصاديه بالكامل، يعني مش حاجه اسمها ضريبه عقاريه لوحديها والمنظومه الاقتصاديه لوحديها، لا هو عايز يخلي الضريبه العقاريه داخل المنظومه الاقتصاديه، وبالتالي هينظر الى هذه على المصانع، هينظر للمنشات الفندقيه السياحيه في الاطار الاقتصادي طبعا ومدى تاثير الضريبه العقاريه على السياحه وعلى لان دلوقتي الناس دي عندها مشاكل وبالفعل عندها مشاكل في الدخل، فانت دلوقتي جاي تفرض عليهم ضريبه عقاريه اخرى اضافيه في ظل الازمه اللي هم بيعانوا منها. هي حضرتك طبعا هي الضريبه كانت موجوده قبل كده على الفنادق وعلى المصانع، انما تعديلها طبعا هيكون محل نقاش قبل ما تقر هذه الضريبه، يعني نقعد مع بعضينا ونقول لهم طريقه الحساب احنا بنفكر كذا
وطبعا هيكون في رؤيه اخرى اقتصاديه، دي طبعا هتبقى من خلال اجتماعات حضرتك. يعني ايه هنطبق الضريبه من اول يناير 2012؟ يعني الناس هتدفع من امتى وتدفع كام يا استاذ طارق؟ تدفع كام دي لما نيجي نقدر ونضع معايير للتقييم وهنقيم هنقول للناس هتدفع قد ايه، انما اعتبارا من 1/1/2012 لان الحقيقه الماده دي في القانون كانت شويه كده ايه غير محدده، كان القانون بيتكلم على ان يكون استحقاق الضريبه من اول يناير التالي لاتخاذ اجراءات الربط. كلمه كده حضرتك كانت يعني فيها مطاطيه شويه، انما لما صدر القانون من المجلس العسكري حدد تحديدا استحقاق الضريبه اعتبارا من 1/1/2012 بحيث يكون هذا هو التاريخ الاستحقاق تحديدا محدد ازاي. لا برضو انا مش فاهمه، انا كمواطن هدفع امتى؟ هتستحق الضريبه من 1/1/2012. بس انت لسه ما قيمتش. في حاجات عندي خلصت وفي حاجات بستمر فيها، وان شاء الله خلال السنه دي اذا اتاخرت في بعض الحالات برضه هاخد من 1/1/2012 ولكن بتقسيط وبدون غرامه وبدون فوائد. يعني حضرتك بعد ما تقيم او تنتهي بالتقييم هتبعت لي جواب تقول لي ما انت مطلوب منك ضريبه عقاريه قيمتها كذا؟ ايوه طبعا، عشان كمان حضرتك بفتح باب الطعن كمان. يعني بقول لحضرتك انت مثلا المكان ده او الوحده دي سواء كانت سكنيه او غير سكنيه مقدار الضريبه عليها مثلا كذا. سعادتك اذا ارتضيتي هذا الامر هتيجي تدفعي لنا، اذا كان المبلغ ده حضرتك شايفه انه مغالى فيه تتقدمي في الطعن بتاعك خلال 60 يوم من تاريخ تلقي الاختيار بالمطلوب. طب ايه فلسفه عوده الضريبه دي مره اخرى؟ وكانت يعني انا كنت فاهمه فلسفتها في الماضي، لكن دلوقتي فلسفتها بعد الثوره خاصه وهناك ازمه اقتصاديه بيعاني منها الناس جميعا، هل دي ده لجزء يعني لخفض عجز الموازنه؟ هل احتياجات الخزانه؟ ايه فلسفه العوده لتطبيق هذه الضريبه السنه الجايه؟ لا وحضرتك اساسا الضريبه دي مش عشان سد العجز، هي طبعا هتساهم اكيد في سد العجز ده طبيعي، انما حضرتك هي كانت موجوده قبل الثوره كمان، يعني قبل الثوره المفروض انها كانت موافقه عليها من مجلس الشعب ومن مجلسي الشعب والشورى وكانت قانون. كانت قانون حضرتك، ده غير كده كمان ده هو كان فيه كمان ضريبه العقارات المبنيه اللي هي العوائد كانت موجوده من زمان من 1842 بس ما حدش كان بيدفعها. لا يا فندم كان بيدفعوها بس يعني ما كانش هو يبدو ان في القانون اتعرض بطريقه يعني شويه فيها نوع من عدم الوضوح. طبعا اتحاربت اكيد من اصحاب المنتجعات واصحاب كان عليه هجوم شديد الحقيقه. يعني اعتقد ان المواطن العادي لما نيجي نطبق الاساسات اللي احنا بنتكلم عليها لا الطبقه المحدوده الدخل ولا المتوسطه تخضع للضريبه، انما لا يخضع القصور والفيلات اللي احنا دلوقتي بنشوفها وبنسمع عليها والتي تقدر بالملايين، هي دي اللي هتخضع للضريبه ولا تكون خاضعه قبل كده. يعني عايز اقول يعني مش كمسؤول عن الضرائب العقاريه ان قمت كويس او بجمله، انما دي حقيقه ان انا هبتدي اخد من الناس اللي كانت ما بتدفعش ضريبه قبل كده. طيب معلش ارجع تاني لحد الاعفاء، وده سؤال مهم يهم الناس. حد الاعفاء احنا بنتكلم لو اترفع لو اتشال موضوع السكن الخاص، حد الاعفاء متوقعين ممكن يوصل لايه يا استاذ طارق؟ والله ممكن لغايه دلوقتي احنا وصلنا لغايه مليون. ايوه ده المليون ده اللي قبل كده، ده المليون ده الايام دكتور يوسف، بعد كده ايه؟ لا لا المليون ده بعد دكتور حضرتك بعد الثوره. يعني المليون ده بعد الثوره، جاي ساعتك يبقى في دراسه تسخر عن المليون ده كفايه او يعني اذا ما قدرناش نعمل السكن الخاص لاسباب تنفيذيه او لاسباب سياسيه او كما يتراءى يعني الاداره العليا هنبتدي ان احنا نرفع حد الاعفاء. يعني توقعاتك الارقام المطروحه ايه؟ 2 مليون مثلا ولا مليون ونص ولا ايه؟ والله بقول لحضرتك هو لغايه النهارده كان مليون وجاي ساعتك ترفع قبل كده، انما الحقيقه كل ده الحل الرابع عشان برضه. والمليون دي كان المقترح من وزاره الدكتور سمير رضوان مظبوط؟ اه ايوه فندم. اه عشان بس نعطي كل حق كل دي مليون من عدد الدكتور. اشكرك استاذ طارق. استاذ طارق انتوا هتطرحوا ده يعني هيكون في خبراء مثلا هيناقشوه معاكوا، الجمعيات الضرائب هتناقشها معاكوا، هتعملوا ايه في الفتره الجايه؟ والله اكيد برضه هنقعد برضه عشان الناس تبقى برضه تساعدنا، لان انا لما يعني اوضح الحقيقه دي اكيد الناس اللي هقعد معاها لما اجي اتابع القانون هتساعدني في توصيل المعلومه وفي كيفيه تفعيل القانون، فاكيد الفتره اللي جايه دي هنقعد مع مستشارين ومع خبراء ومع الساده الجامعه
اكيد هيبقى في حوارات موجوده، بحيث الحوارات مع الصحافه مع الاعلام، بحيث ده كله كمان في النهايه يساعد في ايجاد حمله اعلاميه في مدى وصول القانون للمواطن. أشكرك أستاذ طارق فراج رئيس هيئة الضرائب العقارية. إذن الضرائب العقارية سيتم تطبيقها طبقا للمرسوم العسكري بقانون من أول 1/1/2012. ده مش معناها أنك هتدفع من 1/1/2012، ولكن الضريبة تستحق من 1/1/2012 التقييم مستمر في أجزاء تم تقييمها، تقييم مستمر. إذا أعتقد أن الوزارة يجب أن تفتح باب مرة أخرى مصلحة الضرائب، علشان اللي ما قدم اقراره الضريبي قدمه، في ناس كتيره ما قدمتش اقراراتها الضريبيه ونسيت والوقت عدى ثم قامت الثوره، يعني في حاجات كتيره جدا توقفت. الاقرارات الضريبيه مهمه واساسيه، يجب تقديمها في اوقات محدده، ومن وقتها يتم بقى حساب الضريبه العقاريه هندفع امتى، ممكن ندفع نص السنه، ممكن ندفع اخر السنه، طبقا للجواب اللي هيجي لنا من مصلحه الضرائب العقاريه. طبعا اكيد ده هيفتح جدل واسع في المجتمع حول الإعفاءات للمنشآت السياحية، الإعفاءات للمنشآت الفندقية، للمنشآت التي تضررت أو الأعمال التي تضررت خلال الثورة. الجدل الأهم الآن هو إعفاء المسكن الخاص ولا رفع حد الإعفاء عن المليون، وبنتكلم المعلومات اللي عندنا بتتكلم من مليون لاتنين مليون مثلا للمسكن الخاص، أو إعفاء المسكن الخاص خالص، يعني أنا بما أن أنا جايباه ساكنة فيه ما بستثمروش ما ببيعوش ما بأجروش، وده سكني الخاص، يبقى ممكن يكون هناك إعفاء. وده كان جدل دائر الحقيقة منذ قبل من أيام وزارة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق. أيضا خلاص هيكون في تعديل للحصيلة، 25 غالبا هتذهب للعشوائيات، 25% تذهب للمحليات اللي هي تابع لها المكان او العقار، و 50% للخزانة العامة، وكل العقارات سيتم تحصيل عنها ضرائب سواء المتسجلة او غير المسجلة. دي قضية محسومة ان كل العقارات، ولكن لابد من معالجة هذه الثغرة القانونية في هذا القانون، الضريبة العقارية 1/1/2012. نخرج فاصل وقبليه هنشوف تقرير لطيف جدا قام بيه فريق البرنامج عن المقاهي، مش اللي موجودة في الأماكن العادية، لكن المقاهي فوق الكباري وفوق اللي بنسميها ايه الطرق السريعة، يعني في مقاهي فوق المحور، مش فوق المحور بالظبط، فوق الدائري، فوق الدائري في مقاهي كتيره فوق الدائري. تتخيل ان الدائري ده وهو طريق سريع المفروض انه هاي واي زي ما بنقول، لا عليه قهاوي والناس بتتفرج دلوقتي معانا على الماتش وبطاطا وحلبسه وكل الكلام ده، ناس كتير هتقول الله انت عايزه تقطعي عيش الناس دي، لا بس عايزين ان الطريق السريع يبقى طريق سريع، لكن الناس تقف وفوق الدائري يكون في قهاوي، ده شيء بصراحه لا يحدث الا في مصر. نهر النيل من أجمل الأماكن التي اعتاد المصريون على ارتيادها، خاصة في فصل الصيف، لما به من مناظر بديعة تتعانق فيها الأنوار المتلألئة لتشكل تجانسا جماليا فريدا يخطف الأبصار ويريح البال. وبناء على هذه النظرية المعروفة جاء الباعة الجائلون، ولكن هذه المرة إلى أعلى الكباري، ليقيموا المقاهي وعربات حمص الشام وينشروا مئات المقاعد البلاستيكية لاستقطاب الزبائن من الشباب والأسر الباحثة عن قضاء سهرة جميلة، مما يتسبب في إعاقة المرور أعلى هذه الكباري. كل ده بيعمل زحمة وبيعمل قلق وما بنعرفش نمشي من البياعين اللي واقفين، والدنيا زي ما انت شايف كده طبعا بيعملوا حالة فوضى، بعدين أغلبيتهم كلهم بلطجية وصيع ومش فاهمين، يعني عمرنا ما شفنا كوبري زي كوبري اكتوبر كده، الناس بتقف عليه بعربيه حمص وعربيه شاي وناس قاعده، ما ينفعش الكلام ده. العربيات بتيجي تقف تصطف صف اول وصف تاني وبيعيق حركه المرور، ما بنعرفش نمشي. وكالعاده البحث عن لقمه العيش هو السبب في التفكير في هذه المشاريع التي يقيمها اصحابها دون مراعاه اداب الطريق، فكل ما يشغلهم هو حصد الربح فقط. فرشت بعد الثورة أصلا من قبل الثورة وأنا هنا، يعني بفرش من يوم باخر، بفرش تحت على الكورنيش وبنبيع، إحنا بتوع الشاي والحمص والناس بتيجي، بس هو يعني كوبري دينا بنفرش عليه بناكل عيش وبتاع والناس بتيجي تتبسط. في حملات شرطة بتيجي، وكانوا في العيد جوا هنا برضو، عملنا معهم كده تاتش صغير، خدوا بعضهم مش
بالتأكيد أن الذين يجلسون في هذه المقاهي يحلو لهم جوها والاستمتاع بنسمات هواء النيل الذي يهب حولها، ولكنهم رأوا ضرورة إخضاعها للرقابة من قبل الحكومة. دي ميزة أن فيها كل المستويات، ممكن تستفيد من الجو وتستفيد من القعدة، بس عايز شوية تنظيم وترتيب، لأن أي حاجة في بدايتها بتبقى مش منظمة. يعني أنا شايفها أن هي ظريفة وقعدة حلوة، وخصوصاً هي في مكان مش مكتوم، يعني احسن من قاعده في كافيه بقى تلاقي دخان وكده وبتاع. بس هي من ناحيه بقى تعطيل المرور ممكن، يعني ما تبقاش حلو، لكن احسن ما في الكافيه والدنيا خانقه يعني. البعض يختلف والبعض يتفق حول قبولهم لهذه الظاهره، ولكن في النهايه لا يصح الا الصحيح، والاوضاع الخاطئه لا يجب ان يتعاطف معها احد، وواجب الحكومه ان تضع حلا وسطا يضمن لهؤلاء لقمة عيشهم دون إعاقة المرور أو مخالفة القانون. عبد الرحمن أباظة، هنا العاصمة. كل اخبارنا اللي نقولها لكم تكون صادقه وموثقه، والحقيقه النهارده كنا كلمناكم امبارح على احتياطي، او اول امبارح على احتياطي الذهب، وان الغطاء الذهبي لمصر هو غطاء اصدار النقد يعني لمصر امن وقيمته معروفه وتم الجرد. وبالفعل صدر بيان النهارده من البنك المركزي يؤكد ما قلناه من ارقام، وبيؤكد ان حصل الجرد، والجرد ده بيحصل كل 5 سنوات، وان الوزن الذهب المودع بغطاء الإصدار هو 75.6 طن، قيمته 4.4 مليار دولار، بأسعار يوم 19 سبتمبر 2011، والذهب اتحط فيه صناديق. وطبعا دي مش صور الذهب يعني، دي صور ذهب عادية، والسبائك حتى اللي مصورينها دي مش السبائك اللي جوه البنك المركزي. حاولنا ان احنا نصور، بس يعني ما امكنش ان احنا نصور. طبعا ده يعني خزائن البنك المركزي لا يمكن الدخول اليها. بهذه المناسبة طبعا كل المجتمع المصرفي بينتظر التجديد للمحافظ البنك المركزي دكتور فاروق العقدة، اللي لازم نوجه له تحية الحقيقة على كل هذه السنوات من العمل الجاد. وبرضو بنختلف ان التجديد لا يمكن ان يكون لعام، اذا كان في تجديد لمحافظ بنك مركزي يجب ان يكون التجديد ل4 سنوات، او اذا كان المجلس العسكري يرى تغيير محافظ البنك المركزي فيجب ان فيغيره، لكن في النهاية التجديد يكون ل4 سنوات لضمان الاستقرار الحالة النقدية والمصرفية. ومش كل ما ينفعش كل شوية نغير، ما ينفعش حتى وجود رئيس، يعني ده غير وارد. كل الاخبار ايضا اللي قلناها لكم على تغيير القيادات كانت سليمة، تقريبا تغيير طفيف جدا في القيادات. رئيس البنك الاهلي طارق عامر ما يزال على قمة البنك الاهلي، محمد بركات رئيس بنك مصر ما يزال على قمة بنك مصر. التعديلات بتنحصر في بنك القاهرة اللي بقى رئيسه كما قلنا لكم منير الزاهد رئيسا تنفيذيا، خلفا لمحمد كفافي اللي بلغ السن القانوني او اقترب من السن القانوني. وتم تعيين هاني سيف الناصر رئيسا لمجلس ادارته والعضو المنتدب لبنك الاستثمار العربي، خلفا لمحمد الاتربي. وماجد عطيه رئيسا لمجلس اداره البنك المصري لتنميه الصادرات، خلفا لهشام حسن. لكن كل البنوك العامه كما هي لا تغيير، بالذات في البنكين الاساسيين اللي هم مصر والاهلي. فكل الاخبار الحمد لله اللي قلناها لكم كانت سليمه. في اهم اخر خبر قبل ما نستقبل سياده الوزير عن انتخابات نقابه الصحفيين، ودي الحقيقه انتخابات بتهم قطاع واسع من الصحفيين، لكنها ايضا انتخابات مهمه في وقت مفصلي، لان نقيب الصحفيين لابد ان يكون شريكا في صياغه الدستور في الفتره القادمه. يعني من المفترض يعني نقيب الصحفيين لابد ان تكون له رؤيه في وقت صياغه الدستور. وفي واضح ان النقابه السنه دي هتشتعل فيها الخلافات بين تيارين، تيار الاخوان المسلمين وتيار الناصري. بكره يكون اول يوم او يغلق باب الترشح لانتخابات النقابه اللي هتجرى 14 اكتوبر. حتى دلوقتي في 4 مرشحين لمنصب النقيب، في مقدمتهم الزميل ممدوح الولي والزميل يحيى اللاش. هناك اتجاه
آخر لطرح اسم في على قائمة قومية، طرح اسم الأستاذ الكاتب الكبير أستاذ سعد هجرس، وده اتجاه بيحظى بتوافق كبير بين الصحفيين، بحيث أن يكون الأستاذ سعد يتصدر قائمة قومية بتضم عدد من الصحفيين منها، وده كان طرح برضو موجود ان الاستاذ يحيى علاش يكون وكيلا للنقابة في هذه القائمة. هنشوف ايه اللي هيحصل معانا. الاستاذ مجدي حلمي مدير تحرير جريدة الوفد، مساء الخير يا استاذ مجدي. مساء الخير. ايه اخر اخبار النقابة بقى والتربيطات والقصص خلف الابواب المغلقه؟ يعني لغايه دلوقتي الانتخابات اللي احنا في فتره انتخاب التسريح هي لحد دلوقتي هاديه، لسه ما دخلناش في مرحله الدعايه الانتخابيه. زي ما انت اشرتي في سيارين رئيسيين ظاهرين على الساحه دلوقتي، هم التيار الاخوان المسلمين والتيار الناصري. التيار الناصري كان حرس الصحفيين، تيار منظم بيشمل تماما التيار الاخوان المسلمين، لكن في قوة ثالثة مهمة جدا وهي اللي بترجح المواقف، اللي هي الصحفيين الباحثين عن نقابة مهنية تحت، وهم زميلنا في الصحف القومية الأهرام والأخبار الجمهورية وكالة الشرق الأوسط، بعض الصحف الحزبية زي الوفد، بعض الصحف المستقلة. ما هم محتاجين الفترة القادمة الارتقاء بمستوى المهنة، الارتفاع بها، لان خلاص الاحزاب السياسيه عندنا 41 حزب، التيارات اللي كانت محرومه من ممارسه السياسه اصبح ليها احزاب تمارس فيها السياسه، اما النقابات المهنيه فهي نقابات للدفاع عن اعضائها، نقابات لخدمه اعضائها، نقابات للدفاع عن الشان العام للوطن وليس الشان الحزبي. طيب الدولي. ايه اهميه النقابه المره دي بالذات؟ هل ان احنا في مفترق طرق لان بنبني مصر الجديده؟ يعني اهميه النقيب المره دي ايه؟ اهميه النقيب انه سوف يواجه عده صعوبات، اولا فكره تحرير الاعلام الصحافه المصريه. احنا سامعين كلام حوالين خصخصه الصحف او بيع الصحف القوميه زي الاهرام والاخبار والجمهوريه، لان لم تعد لها قيمه ان تكون حكوميه بالوجه او تحويلها الى شركات فضه يمتلك لها الصحفيين، فلا بد ان تكون النقابه قويه كي تضمن حقوق الصحفيين. الامر الثاني ضبط حاله الانفلات الاعلامي والانفلات الصحفي اللي ظهرت بعد الثوره، هذا مهمه ثقيله على النقيب وعلى مجلس النقابه الحاضر. هل في خلاف داير دلوقتي داخل النقابه حول الاشراف القضائي؟ يعني في خلاف طبعا، وخلاف مؤسف، لان لا يجوز للصحفيين ان يرفضوا اشراف القضاء في ظل قانون النقابه القديم وقبل قانون 100، كان بياتي قضاه مجلس الدوله والنيابه الاداريه يشرفوا على الانتخابات. بعد القانون 100 اصبح الاشراف القضائي قانونا. نعم. فالنهارده احنا هنختلف، القضاء لا زال هو صمام الامان لهذا المجتمع، هو الهيئه الوحيده التي تحظى بثقه المجتمع المصري، فبالتالي احنا لابد ان نكرمها ونجعلها تشرف على انتخابات النقابه. اخر اخبار القائمه الجديده اللي هي في بيتم التفكير فيها او بيتم محاوله اقناع استاذ سعد هجرس ان يتصدرها ايه؟ اعتقد انه مش هيحصل الكلام ده، لان ده كلام غير عملي وغير واقعي. الكلام ده لو كان فيه للمهنة شيوخ ما زالوا يحكمون الأمر، لكن لم يعد لمهنة الصحافة شيوخ، لأن عهد الكبار انتهى، مفيش حد ليه كلمة مسموعة. مثلا لو كان الأستاذ كامل الزهيري موجود الله يرحمه كنا كلنا هنسمع كلامه، لكن دلوقتي لا، دلوقتي عهد جيل الشباب، جيل الشباب بيتصرف من دماغه من رؤيته، ما بيتصرفش وفقا لرؤية شيوخ المهنة أو الكبار. طيب لكن يعني في رايك لو تم تجنيب انا شخصيا مؤيد فكره ان تبقى في قائمه موحده قوميه الكل يجمع عليها، وملفات بتاعنا المعارك الانتخابيه دلوقتي مجلس يبقى له رؤيه واضحه متجانس يقود المرحله القادمه. طب لكن في رايك بصراحه وانت يعني نقابي قديم، هل الاساتذه زملاء الاستاذ ممدوح الولي او الاستاذ يحيى علاش بيقدروا ان هم يقودوا المرحله القادمه سواء من تطوير المهنه او حتى المرحله السياسيه القادمه اللي فيها تحرير الصحافه وضبط الانفلات زي ما حضرتك بتقول والدستور وكل تلك الامور؟
يا سيدتي مهندس جميله، لو تعلي صوتك بس من فضلك يا استاذ. نعم لو نعلي، تعلي صوتك بس مش سامعك. انت تعلمي ان النقيب موجود لوحده، لكن معاه مجلس نقابه من 12 شخص، هم 13 شخص فريق عمل، هم اللي بيقودوا هذه العمليه. النقيب فقط رمز وجهه، لكن هو الصوت زي صوت 12 واحد. ليه ميزه صوته مرجح. فبالتالي هنا الاهم في المجلس، الاهم هو المجلس في رايي. اشكرك استاذ مجدي حلمي. زملائنا الصحفيين لازم يعلموا ان الاهم من النقيب هو مجلس النقابه، لابد ان ننتخب ان يكون هناك مجلس متجانس، مش يفضلوا مش نفضل في خلافات. ومهني مجلس مهني يلعب دور مهني وليس دور سياسي وشخصي. السياسه دورها الاحزاب السياسيه. نعم خلاص. اشكرك اشكرك استاذ مجدي حلمي مدير تحرير جريده الوفد على رايك. انتهت اخبارنا. الحقيقه عندنا اخبار كتير، لكن الحقيقه نفضل ان نستقبل سياده الوزير دكتور احمد جمال الدين موسى. اسئلتكم كتيره، جالي منها اسئله كتيره هقراها، اوعدكم ان انا هقراها كلها، كل الاسئله التي وصلتنا. السؤال الاهم، مستقبل العام الدراسي، مستقبل ماذا سيحدث في اضراب المدرسين؟ ده السؤال اللي بيسأله كل بيت مصري الآن في مصر. عام دراسي دون معلم، شعار يبدو أن بعض المدرسين اتخذوه كنوع من أنواع الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم التي أعلنوا عنها مسبقا. فلليوم الرابع على التوالي شهدت بعض المدارس امتناعا من المدرسين عن دخول الفصول وأداء عملهم. احنا عاوزين بس من جديد يدونا حافز الإصابة اللي هو 175% إضافي إلى 25% اللي إيه اللي هي معلنة واللي احنا بناخدها، يبقى هو كده سوانا بأي حد في الدولة. لو ما فيش استجابة للمطالب مشروع ديت، الناس هتقعد تساوي تشوف إن كان في تصعيد أو ما فيش، بس هو الإضراب أصلا موجود. توجه الوزاري دلوقتي من وزير التعليم، أنا شايف إن هو على نفس الخطة الفترة اللي فاتت، عملية فيها تعتيم عن أعداد المدارس اللي فيها إضراب، ما بيقولش الصحيح الحقيقي بصراحة. اللي هو المسؤول عن متابعة الإضراب في مصر بيديله أرقام غير سليمة عن حجم المدارس القائمة بالإضراب وحجم المدرسين. المطلوب حاجة واحدة بس، إن هو يبعت الوفد ويتكلم مع الناس ويشوف مطالبهم إيه. كلنا بنحترس ظروف البلد، ولكن تعالى اطلع يا سيادة الوزير أو المجلس العسكري قول إن أنا دلوقتي بوعد الناس دي المهضوم حقها، المهضوم حقها. السنة الجاية يا جماعة أنتوا معانا في دماغنا، لان انتوا هتطلعوا الناس دي، وايه حل البلد مش هنصلح من غير التعليم. تضرر الطلاب هو النتيجه الطبيعيه لهذا الاضراب، ومن ثم فالطلاب يرفضون هذا الاضراب للدفاع عن حقهم في فرصتهم لدراسه منتظمه. لو عايزين يقدموا طلب للتربيه والتعليم، مش ذنبنا احنا ان هم عايزين يحسنوا في روح المستقبل بتاعنا، احنا اللي ضايع الطلاب. وجهه نظر انا ملوش لازمه، انه بيعطل اصلا عن التعليم وبيأذي الطلاب اللي هم في مدارس. انا بالنسبه لي انا في ثانويه عامه، فانا مش هيفرقش معايا الكلام ده، لان انا بعتمد على الدروس وكده اهو. المواطن المصري يؤمن بقيمه المعلم ودوره في النهوض بالمجتمع، ويدرك تماما مدى الظلم الواقع عليه، الا ان الكثير راوا أن التوقيت ليس مناسبا لهذا الإضراب. بالنسبة لإضراب المعلمين، إذا كان لهم مطالب مشروعة في طرق يسلكوها لأخذ حقوقهم، مش بالإضراب، لأن الإضراب ده هيجي على حساب التلميذ اللي هو ابني، وعلى حساب العملية التعليمية ككل، وهيجعل المدرسين يضغطوا المناهج. في مدرسين مظلومين جدا، زي الأخصائيين، زي التربية الفنية، زي المجال الصناعي، دول طبعا مرتبات ولا دروس ولا أي حاجة، دول طبعا يعني من حقهم، بس لسه يعني المفروض قدام شويه، كل شويه شويه، البلد طبعا مش مستقره، فالمفروض يعني يصبروا شويه. ما كانوا ممكن يقدروا يتكلموا قبل الافتتاح العام الدراسي، يعني ليه في الوقت ده وطالبين كده يعني؟ اذا كان كثيرون يؤكدون ان التعليم هو السبيل الوحيد للخروج من الازمه الحاليه في مصر، فان ازمات كهذه ربما تطيل بقاء المصريين داخل عنق الزجاجه. تصريحات وزير التربية والتعليم والتي وعد خلالها بحلول لما عانى منه المدرسون لم تثني كثيرين منهم عن إضرابهم، فعدم الثقة بين الطرفين جعلت المدرسين ينتظرون خطوات جدية وليس مجرد تصريحات. عمرو عبد العزيز، هنا العاصمة.
وزير التربية والتعليم هو الوزير الأكثر دلوقتي جدلا على الساحة نتيجة الإضراب، إضراب المدرسين يدخل يومه الرابع الحية. مستقبل العملية التعليمية في مصر، مستقبل هذا الإضراب، ماذا سيحدث؟ أكيد الوزير عنده حلول، أكيد الوزير عنده رؤية، أكيد الحكومة عندها رؤية، ومش ممكن هتسيب الموضوع يزداد أكثر من ذلك. دكتور أحمد جمال الدين موسى، أهلا بك. أهلا بك يا فندم. أخبار الإضراب إيه الأول؟ قول لي حجم الإضراب الحقيقي، لأن إحنا مرتبكين بنسمع حجم من الوزارة وبنسمع من المضربين عن أرقام أخرى. حال الوزارة ما عندهاش مصدر خاص بيها، الوزارة بتاخد بياناتها من المحافظات. يعني في كل حال الوزارة ما عندناش يعني وسيلة للحصول على معلومات إلا من خلال مديريات التربية والتعليم من خلال المحافظات. وأنا أعتقد إن في ثلاث وزارات بتعمل تقرير يومي عن حجم الإضراب: وزارة الداخلية، وزارة التنمية المحلية، ووزارة التربية والتعليم. وتقريبا الثلاثة قريبين جدا لبعض، الفرق بينهم 2 من 10 أو 3 من 10 أو 4 من 10 صعودا أو هبوطا. فأنا في اعتقادي أنه التقرير اللي عندنا جاي من المديريات، وما أعتقدش أن حد هيكذب، فيش مبرر للكذب. يعني إذا كان في إضراب ففي إضراب، ما فيش إضراب ما فيش إضراب. وحضرتك عارفة كويس أن تقرير الثلاثة تقريبا بيتكلم عن في حدود 3% أو أقل شوية أو أكثر شوية. يعني تقريبا كم مدرسة يا فندم؟ مش فاكر عدد المدارس حاليا، مش في ذهني، لكن هو في حته 3% من اجمالي عدد المدارس على مستوى الجمهوريه. وعندنا كم مدرسه على مستوى؟ عندنا 45600 مدرسه على مستوى. انا اعتقد تقريبا كان قال 1100 وحاجه في المدرسه. دي المدارس دي مغلقه بالكامل يعني؟ لا لا، اي نوع من الاضراب فيها بتسجل المدرسه فيها اضراب، سواء جزئي او كلي. طب ليه 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 احساسنا بالاضراب اعلى من الرقم ده؟ يعني هناك ضجيج حول هذا الاضراب اعلى من الرقم اللي حضرتك بتقوله. الاتحادات المعلمين بتقول ان الاضراب نجح بنسبه 75 ل 80%. انا سمعت 100% فيتوقف الامر. اعتقد ولي الامور يقدروا يحكموا، اذا كان كل ولي الامور اولادهم في الشارع يبقى 100%. فعايز في النهايه يعني الخلاف حول الارقام نتيجه مبالغات من البعض، لكن حتى لو 3% انا رايي انه كتير. ورأي انها عندنا حقيقي يعني نسبة عالية يجب تحط في الاعتبار. وانا بصار انه في نوع من المعلومات غير السليمة اللي انتشرت بين جمهور المعلمين، في نوع من التصعيد الإعلامي ربما ساعد على هذا الأمر، في نوع ربما من التقصير من جانبنا في إيصال الحقائق كما هي، في تطلعات كبيرة ربما محقين فيها وأنا معاهم فيها، لكن اختيار الأسلوب نفسه أنا معترض عليه. لا أتخيل إطلاقا أن المعلم أو أستاذ الجامعة يمتنع عن التدريس لتلامذته. حاسس أن دي حاجة ما بتحصلش في العالم كله. ممكن يكون في وسائل المطالبة المشروعة بحقوق كثيرة، لكن ما عدا أن أنا أمتنع عن استقبال تلامذتي، أو أن أنا أقفل مدرسة في وشهم، أو أن أنا أسيبهم في الفصل وأمارس عمل آخر. طب خليني أخذ الجانب الآخر وأمثل المدرسين اللي مش موجودين معنا دلوقتي، واللي أكيد صوتهم لازم يوصل لحضرتك وأكيد حضرتك سمعته. هؤلاء بيقولوا طب ما أنا ما وصلتش لهذا الوضع إلا بعد مدة طويلة من المطالبة بحقوقي. أنا بقالي سنين طويلة بطالب بحقوقي، وفي الفترة الأخيرة حذرت كذا مرة وقلت أنا كمدرس مهضوم حقي، أنا كمدرس ما اقدرش ابدا العام الدراسي بالمبالغ دي، انا كمدرس لدي مطالب، وانت كحكومه ما بتسمعنيش. هقول لحضرتك الحكومه محكومه باطار متعلق بالموازنه، مش بس المدرسين، لكل فئات الموظفين في الدوله، يعني كلهم بيطالبوا بحقوق بقدر او اخر. انت عارف حضرتك كويس انه الموازنه السنه دي فيها عجز حوالي 9% من الناتج المحلي الاجمالي، ودي نسبه عاليه الى حد كبير جدا. ف يعني في مشكله حقيقيه ان احنا ما نقدرش نفي بكل المطالب المشروعه. هي مطالب مشروعه بالتاكيد، يعني حضرتك ترى انها مطالب مشروعه؟ بالتاكيد مشروعه. كل المطالب لا كل المطالب المعقوله ومشروعه، لكن احيانا في مطالب لا يمكن ان انا اقبلها ولا يمكن ان انا انفذها في كل الاحوال. يعني النهارده احد الساده المحافظين كلمني وقال لي انا الناس اجتمعت بالناس وبعت لك المطالب بتاعه مجموعه منهم، فقريتها يمكن قبل ساعتين ثلاثه اربعه ما اجي هنا، بعضها غير مقبول على الاطلاق. اول حاجه الغاء الجوده في التربيه والتعليم، الغاء الاكاديميه المعلمين، اشياء من هذا القبيل. فلا يمكن اطلاقا وزير مسؤول يسير في هذا الاتجاه، حتى لو كان عندنا نوع من القصور في نظام الجوده، قصور في اداء الاكاديميه. الحل مش الغاء او الغاء الكادر، حتى لو في قصور في طبيخ الكادر يجب نعالج القصور، يجب نحل المشاكل، لكن الالغاء عمره ما كان حل لاي مشكله. لا يمكن ان احنا نسمح اطلاقا انه نظامنا التعليمي يسير بدون اي جوده، بدون اي تطوير مهني من خلال الاكاديميه، بدون ما ندي المعلمين حقوقهم من خلال الكادر، حتى وان كان التطبيق في الفتره السابقه قد شابه كثير من العيوب. لكن كثير من المدرسين اللي احنا بنقابلهم يا فندم بيقولوا الوزير بيتجاهلنا، وانا هدخل في الطلبات واحد واحد، لكن
مبدئيا فكره الكوميونيكيشن الاتصال، الوزير بيتجاهلنا، الوزير يتعالى علينا، رئيس وزراء ما رضاش يقابلنا لما موظفي البريد عملوا اضراب تم الاستماع اليهم، لما موظفي السكه الحديد عملوا اضراب تم الاستماع اليهم، لما كذا عملوا اضراب تم الاستماع اليهم، فاحنا بقى سكتنا الوحيده هي دي. دي معلومه مغلوطه تماما، لانه على مدى الشهور السابقه من يوم جيت الوزاره في اخر فبراير وانا بقابل الناس، تعرف المطالب كثيره، ده مش مطلب الاول، في ناس عايزين يغيروا المسمى الوظيفي، في ناس عايزين تثبيت، كل مجموعه بتيجي بقابل مجموعه منهم، حتى هذه المجموعه اللي اثارت موضوع ال 200% والمجموعه النشطه المحركه قابلتهم، وقابلت مجموعات تمثل تيارات مختلفه منهم، فحكايتنا الوزير ما قابلش دي يعني اعتقد انها يعني مبالغه غير حقيقيه على الاطلاق وغير سليمه، ثم انه لا نتخيل اطلاقا انه عندنا اكبر عدد موظفي الدوله، عندنا 1.7 مليون في التربيه والتعليم، يعني ثلث الموظفين في الدوله. الوسيله الوحيده للوزير انه يقابلهم اما من خلال وسائل الاعلام زي برنامج حضرتك، واما من خلال مقابله مجموعه ممثلين منهم ياتوا من حين لاخر، لكن فكره انه هيقابل العدد الكبير كله في كل وقت اعتقد انها من ناحيه العمليه. طب ليه انت ما طلعتوش بيان مثلا رساله لهؤلاء، بيان ان والله مطالبكم مشروعه، لكن انا دلوقتي وضعي المادي كدوله لا استطيع ان انا افعل، وعندنا جدول زمني 1 2 3 4. اعتقد ده بيتم، واعتقد عملنا حاجه اكتر من كده، ان احنا يعني طلعنا نشره غير دوريه طبعناها بعدد يكفي تقريبا يمكن ربع المدرسين على مستوى الجمهورية، يعني طبعا منها أعتقد أكثر من ربع مليون نسخة تشمل كل اللي عملناه في الفترة السابقة خلال 6 شهور الماضية وتطلعاتنا إن شاء الله للفترة القادمة. فأنا أعتقد بنحاول قدر الإمكان في هذا المجال، إذا كان في تقصير فده وارد، لأن احنا بكل حال يعني بنحاول نجتهد، لكن أعتقد بصفة عامة قمنا بالدور ده كما نتوقع أن يكون قد وصل للمعلمين، إذا كان ما وصلش فأنا أعتقد في تقصير ربما مننا، تقصير ربما من وسائل الإعلام اللي اعتمدنا عليها في إيصال الحقائق، ربما كنا نبذل مجهود أكثر، أنا مش مختلف، لأن أنا حقيقي يعني يزعجني جدا أن يكون عدد من المعلمين حتى لو كانوا في 3% من مدارسنا معتقدين أن احنا قصرنا. طب خلينا ناخد المطالب بالتدريج، يعني حافز الإثابة بنسبة 200%، رأي حضرتك فيه؟ أنا رأيي أن في نوع من الحقيقة المغلوطة إلى حد كبير جدا حول هذا الحافز، بعض الناس أشاعوا بين المعلمين أن 200% تضاف للمرتب والمعلمين محرومين منها، ودي كانت عملية منظمة منهم من أشاعوا هذا الأمر. الحقيقة أن 200% كان هدفها من الحكومة أنها ترفع الحد الأدنى للأجور، ده كان البديل لفكره 700 جنيه حد ادنى. فقالوا طيب بدل ما نقول 700 ونتوقف، الدكتور سمير رضوان ايامها كان موجود في وزاره الماليه، قال احنا عشان نرفع بقيه الناس اللي اعلى سنه نقول انه اي موظف في الدوله اجمالي حوافزه ومكافئاته وبدلاته اقل من 200% نرفعها ل 200%. يبقى احنا وصلنا ان احنا كل الناس تقريبا تصل الى مستوى معقول للغايه. تمام. بتطبيق هذا الامر على المعلمين كان في نقطه جوهريه. هل هنحسب مكافاه الامتحانات ضمن الدخل الاجمالي للمعلم ولا يجب ان احنا نستبعدها؟ انا كان رايي من اول لحظه من ايام الاستاذ الدكتور سمير رضوان ما كان وزير الماليه لازم نستبعدها، وقلت لهم ان مكافاه الامتحان مقابل عمل بيقوم بيه المعلم وبالتالي ادخلها في الحساب خطا جسيم. حصل مداوله في مجلس الوزراء، وانا اعتقد يومها حتى الدكتور سمير كان بدا في الاقتناع او اقتنع وقال انا اقتنعت، لكن في النهايه لما عملوا مشروع القانون وبعتوه للمجلس الاعلى للقوات المسلحه عشان يطلع في شكل مرسوم بقانون لم يستجب لهذا الامر الذي اتفقنا عليه، ووجدنا انه يشمل كل انواع الحوافز والمكافئات والبدلات بما فيها مكافاه الامتحان، ودي كانت نقطه خلاف رئيسيه. يعني مكافاه الامتحانات دخلت ضمن رفع الحوافز. بالظبط، مكافاه الامتحان تصل الى 85% من المرتب الاساسي. فده كان محل خلاف حقيقي. لما اثرنا خلاف مره ثانيه في وجود الدكتور حازم البلاوي واجتمعت معاه ورحت له وزاره الماليه وقلت له ان احنا لابد نصل لحل هذه المساله، ان انا حاسس ان احنا هنا بنظلم المعلمين وانا لا اقبل ظلم المعلمين وانا ممثل لهؤلاء المعلمين. المناقشه هي ما انتهتش اللي انا عاوزه، لكن انتهت لحاجه قريبه من اللي انا عاوزه. قالوا طيب احنا عندنا الفئه الاكثر تضررا من هذا الامر هي المدرسين المساعدين، المعلمين المساعدين اول فئه في السلم، هنرفعها 75%، المعلم 50%، بقيه الفئات 25%. ده افاد بعض الفئات كانت لا تستفيد من 200% بمفهومها الاولي اللي هي الفئات العليا في سلم المدرسين في كادر المعلمين. بقيه الناس اللي خارج الكادر سواء كان مشرف نشاط او اداريين او حتى معلمين خارج الكادر استفادوا اذا كان اجمالي حوافزهم اقل من 200% اترفع الى 200%. يعني مثلا الاداريين في التربيه والتعليم كانوا بياخدوا 110%، فاليا اترفعوا الى 200% من اساس المرتب. في الواقع هذا الخلاف تم معالجته
المعالجه الجزئيه اللي حضرتك عليها، لكن ما زلنا حتى احنا في التربيه والتعليم مصرين ان احنا لابد ان احنا نستبعد مكافاه الامتحان من هذا المجال، وانا اعتقد الايام الاخيره شهدت نوع من التجاوب ان شاء الله مع وزاره الماليه في هذا المجال. يعني نتوقع مثلا في قصه الحافز بالذات، وانا شو قريت تصريح لحضرتك النهارده انك تعمل جاهدا على حل هذه الازمه قبل الانتخابات البرلمانيه. ان شاء الله تتحل يعني قريب إيه جدا ان شاء الله. ان شاء الله ده يعني هنحل ايه بالظبط؟ هنستبعد مكافاه الامتحان من حساب ال 200% كاجمالي للحوافز وبيات الاجور لكل واحد من المعلمين الداخلين في الكادر. فبالتالي الفئات اللي هي اقل من 200% مع استبعاد ال 85% مكافاه الامتحان سنرفعها ان شاء الله لتصل الى هذه النسبه. امتى؟ قريب ان شاء الله. هل فئه المدرسين هي الفئه الوحيده اللي لم يطبق عليها حافز ال 200% كاملا؟ لا يا فندم، المشكله عندنا انه المعلمين في الكادر بياخدوا مجموعه من الحوافز والبدلات، يعني بنقول حافز اسابه، تمام، بيتدرج حسب درجه المعلم، اذا كان معلم او معلم اول او معلم اول الف الى اخره. الواقع ان ده خطا جسيم في قانون الكادر، وانا شخصيا يعني مستاء منه، لان فاكر لما طرحناها 2005 وضمنها الرئيس السابق ضمن برنامجه الانتخابي احنا كنا حطيناها وكان مفهومنا ليها مختلف تمام. لما حصل ان القانون مر بمراحله المختلفه داخل وزاره التربيه والتعليم ثم داخل وزاره المشاركه في هذا ثم مجلس الشعب ظهر بشكل في اعتقادي ليس كفئا للغايه، فبدل ما يدي يعامل المعلم كما يعامل استاذ الجامعه بانه يجعل هناك بدايه مربوط ونهايه مربوط كما يعامل المستشار، لا، ربطوا بالقانون 47 قانون العاملين في الدوله، فقال نفس المبلغ او نفس المرتب الموجود في 47 بس ندي حاجه اسمها حافز اسابه يتدرج تدريجيا الى اعلى كلما ارتفع المعلم في درجته من معلم الى معلم اول الى الف الى اخره. انا في اعتقادي ان ده كان خطا جسيم وده اللي عامل لنا مشكله حقيقيه حاليا. وانا اتصور انه مهمه كبيره جدا لنا في التربيه والتعليم ان احنا نعيد النظر في هذا القانون، حتى لو قدرنا ان القانون الكادر نفسه انا متصور كده، لان ده امر اعاده النظر مقبول. ولا الغائه لا يعني الغائه في مزايا للمعلمين، لو الغيناه كله هنفقد هذه المزايا يبقى احنا ما عملناش حاجه، لكن الاشياء الغير جيده فيه يجب ان يعاد النظر فيها. وانا كلفت فعلا الناس في الوزاره يبداوا يشتغلوا في مساله التشريع الاعداد ليه، اذا قدرنا ان احنا نمرره من خلال المجلس او خط مسلحه وده احتمال مش مؤكد تمام، يبقى خير، لو ما كانش يبقى ان شاء الله مع البرلمان الجديد في اول دوره انعقاد ينظر في هذا المشروع. طب احنا بنتكلم على حل على المستوى القصير وحل على بالزبط. المستوى البعيد بالزبط. المستوى القصير عندنا امل ان قبل الانتخابات البرلمانيه، ليه حضرتك تربطه بالانتخابات البرلمانيه؟ اللي هو المستوى البعيد ولا القصير؟ المستوى القصير. لا القصير قبل كده ان شاء الله. قبل اصل الانتخابات دي في لا قبلها ان شاء الله خلال الفتره القادمه مباشره. قد ايه الفتره القادمه؟ يعني ارجو تكون ما تزيدش عن اسابيع، اقل من اسابيع اذا قدرنا. لو قدرنا نوفر وده طبعا يعني في مباحثات مع وزاره الماليه بالتاكيد لتوفير قد ايه الموازنه التكلفه لاعاده الاصلاح في هذا المجال يمكن تصل لحوالي اقل شويه من نص مليار جنيه. نص مليار احنا خدنا قبل كده 1.7 عشان الكادر. لا لان رئيس الوزراء اصدر حافز اضافي عشان نعوض المشكله بتاعه ال 200% في الاول، ده كان اتفاق مع وزاره الماليه الحل الوسط، فادى زي ما قلت لحضرتك 75% للمعلم المساعد، 50% حافز اضافي للمعلم، 25% ده امتى خدناهم دول ال 1.7؟ دول خدناهم هم ما قبضوش لسه، هيقبضوا خلال ايام، لكن اعتبارهم من 1.7 اللي هم الثلاث اشهر اعتقد كانوا لا يا فندم، الحوافز اللي قلت لك عليها اعتبارهم من 1.7 اللي فات من 1.7 لكن لسه هيقبضوه خلال الايام القادمه ان شاء الله. اذا احنا بنتكلم على انه خلال اسابيع او اقل ارجو ذلك ان شاء الله هيحصل ايه بقى؟ هيحصل ان احنا نشيل خالص اثر مكافاه الامتحان من حساب الكادر اللي هي بتمثل 85% من تمام حافز الاسابه اللي هو ال 200% 200% من المرتب الاساسي كاجمالي حوافز. برضه عايز اكد ان مش 200% اضافه للمرتب عكس الشائع عشان بس نبقى عايزه الدقه بس الدقه عشان. مهمه جدا لو قلنا 200% اضافه للمرتب ده امر مختلف ولم يطرح ولم يطبق في اي وزاره ولا اي موظف في الدوله. واحنا بنتكلم على 200% على الدخل ال 200% يا فندم هو هدف الوصول باجمالي البدلات المكافآت الحوافز لكل موظفي الدولة بما فيهم المعلمين والإداريين وكل الناس تمام، إنه كل واحد بياخد حوافز أقل 200% نرفعها إلى 200%. طيب. فالمشكلة في المعلمين إحنا بناخد كل المعلمين إذا حسبنا مكافأة الامتحان كلهم كانوا فوق ال 200% ما عدا المعلم المساعد. لو شلنا مكافأة الامتحان يبقى عندنا المعلم المساعد أقل، لازم نزود، كان حسبناه 75 لازم نزوده أكتر، المعلم كمان لازم نزوده أكتر شوية، والمعلم الأول. دول الثلاث فئات الوحيدة اللي هتستفيد من هذا الأمر لأن هي أقل
من ال 200% بعدم احتساب مكافاه. ودي اللي هنفصل ال 85% دول اللي احنا هنشتغل على اساسهم لان دول لازم نوصلهم هم ايضا لل 200% مع حذف مكافاه الامتحان من المرتب الاجمالي. طب ده جزء مهم نتمنى ان هو يرضي البعض. ارجو ان شاء الله. هل في قنوات بينكم وبين المعتصمين بتكلموهم في هذه القضايا؟ ان شاء الله هي قالوا احنا بس نحسمها مع وزاره الماليه ونحلها ان شاء الله. اتمنى. انا عارفه دكتور بلبلاوي مزنوق بس انا عارفه ان هو اكيد ممكن في بوادر مشجعه ان شاء الله. طيب ده اول جزء. الجزء الثاني مثلا تثبيت المدرسين. تثبيت المدرسين احنا عملنا فيه جهد غير عادي وانا حقيقه خدت على عاتقي من يوم ما جيت الوزاره في 22 فبراير يمكن اصدرت قرار اسمه قرار 75 كان تجاوز سلطاتي الى حد ما لكنه يتسق مع القانون وعشان كده اصدرته وانا اعلم ما افعل يعني. ليه تجاوز سلطاتي؟ لانه تثبيت وتعيين المعلمين اختصاص المحافظين. الناس كتير مفكره ان ده اختصاص وزير التربيه والتعليم، ده خطا جسيم لان الماده 11 من قانون التعليم صريحه ان كل ما يتعلق بالعمليه التنفيذيه التعليميه اداره التعليم اختصاص المحافظات وليس وزاره التربيه والتعليم. لكن المحافظات كانت بتعاني حقيقي من مظاهرات من احتجاجات واسعه جدا بتحاصر المحافظين بتحاصر مدير المديريات فكلمونا نتدخل لانها حاجه عامه على مستوى الجمهوريه فاصدرت القرار ده قلت ان من حق اي انسان كان موجود لحظه صدور قانون 155 سنه 2007 انه يثبت في وزاره التربيه والتعليم متى امضى 3 سنوات وانا تاكدت انه القانون يفرض هذا الامر وانه متسق تماما مع ما يجب تنفيذه وكلمت السيد وزير الماليه في ذلك الوقت والسيد رئيس الجهاز مركز تنظيم الإدارة وأصدرت هذا القرار. وأعتقد أنه كان بداية قوية جدا يدي سند قانوني لأول مرة مع المعلمين المؤقتين أنهم من حقهم التثبيت. رد فعله كان إيجابي لكن تطبيقه اتأخر لأن اللي هيطبقه في الواقع مش إحنا اللي هيطبقه الجهاز المركزي لتنظيم الإدارة وزارة المالية والمحافظات إحنا خارج هذا الإطار. الخطوة التالية بعد حوالي شهرين ثلاثة قدمت لمجلس الوزراء مذكرة تشمل 4 فئات من المعلمين المؤقتين وطلبت انهم يتم تثبيتهم وهذه المذكرة بالفعل عرضت على مجلس الوزراء ووافق عليها من حيث المبدأ وطلب من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمحافظات ان تبدأ هذه الإجراءات. المعلومات اللي عندي انه حوالي 80% تقريبا من الساده المحافظين اصدروا قرارات تثبيت لهؤلاء الناس. انا طالب احصائيه تفصيليه يمكن تخلص خلال ايام نتاكد كم في الميه لان تختلف من محافظه لمحافظه. يعني كم بقي من المدرسين غير مثبتين؟ ما عنديش الاحصائيه حتى هذه اللحظه لكن اعتقد المؤشرات تدل على حوالي 80% تقريبا تم تثبيتهم من هذه الفئات الاربعه اللي احنا تكلمنا عنها لكن اللي بيقوم بالعمليه زي ما قلت لحضرتك الساده المحافظين لان سلطتهم مش سلطتي انا. الاحصائيه تكتمل خلال اسبوع ان شاء الله ونقدر نعلنها للناس ان كام في الميه بالظبط. طبعا لان الغير مثبتين دول بيتعاملوا ازاي يا دكتور؟ بيتعاملوا بالحصه هم فئات مختلفه في منهم بالمكافاه في منهم بالحصه لان موضوع الحصه ده موضوع يعني بفتات من الاموال وأنا يعني حاجه انه كان خطا جسيم من الحكومه السابقه قبل الثوره انها خدت هذا التجاوز وانا عرضته حقيقه 2004 و2005 وكنت معترض لهذا الامر لان احنا عايزين افضل ناس يكونوا معلمين. فكره تسيب حد يتعاقب بالحصه بحسب الأحوال دي مسألة ضد فكرة المعلم المهني الذي ينتظم في سلك التعليم ويمارس حياته كلها في هذه المهنة وأنا أعتقد أن احنا يعني ارتكبنا أخطاء في الماضي حالا بنحاول نصلحها قدر الإمكان. هل دي كل مشاكل المعلمين الماديه ولا في مشاكل اخرى؟ لا انت حضرتك انت عندك الليسته قولي لا ما انا عندي لسته اصل الليسته طويله فيها اقاله وزير التربيه والتعليم مفيش مشكلة مثلا دي اسهل حاجه دي الاسهل ايه اللي اصعب بقى بيزعجك لما الناس تتكلم على اقاله وزير التربيه والتعليم انا في مهمه يعني مكلف بها ارجو ان اديها بكل اخلاص بكل جديه وبكل نزاهه حتى تنتهي هذه المهمه وكلما انتهى سرعا كلما كنت اسعد حالا يعني وطبعا في تجريم الدروس الخصوصيه يعني دي في نوع من المزايده شويه يعني هو البول كده عارف كويس انه بيقولها عشان خاطر يرضي الراي العام يقول والله احنا معلمين ومنطالب بتجريم دروس خصوصيه يعني ايه تجريم دروس خصوصيه من الناحيه القانونيه وانا استاذ قانون يعني هنطلع قانون يقول كل من يعطي درس خصوصي يعاقب بالسجن هل ده موجود في اي دوله في العالم؟ الفكره كلها ان الفرق بين حاجتين بين شخص مهنته ان يدرس خصوصي وغير مرتبط بالتربيه والتعليم وهو حر دي مهنه يدفع ضريبه عنها وبعدين يمارس هذه المهنه زي ما موجود في العالم كله لكن عندنا مشكله خاصه بالمعلم الذي ينتمي للتربيه والتعليم ولذا يأخذ درس خصوصي اذا ثبت هذا الامر فهذه جريمه تادبيه او مخالفه كل المدرسين مخالفة اللي بيدوا دروس خصوصيه هم في التربيه والتعليم لا مش كلهم في ناس بره التربيه في ناس استقالوا حتى من التربيه والتعليم وفي ناس اصلا ما كانوش في التربيه والتعليم لكن المعلم بيرتكب مخالفه تادبيه وليس جريمه كما يشار اليه ما هي حتى هذه المخالفه دي نتيجه ان دخله ضعيف جدا انا مش هدور اسبابها لكن هي مخالفه في كل حال واذا ثبت سيعاقب هذا المدرس بالتاكيد طيب قبل ما نخرج فاصل طبعا في تطوير المناهج ومجمل العمليه التعليميه وما الى ذلك لكن ده هنتكلم فيه بعد الفاصل التالي
في محافظات، منها محافظه الغربيه، والحقيقه محافظ كلمني بالامس، اتصل بي بالامس، يعني عاقبت بعض المدرسين الذين قاموا بهذا الاضراب. هل دي بتعليمات من عندكم ولا انتوا تركتوا ده للمحافظات ولا ايه؟ لا ما تركناش حاجه، القانون هو اللي جعل اختصاص المحافظات، زي ما قلت لحضرتك اداره الاعمال التعليميه اختصاص المحافظات، وبالتالي حتى لما سئلت اول يوم وانا بزور بعض المدارس في القاهره هتعملوا ايه مع المدرسين اللي اضربوا، قلت لهم انا ماليش اختصاص، الساده المحافظين هيطبقوا القانون، فالساده محافظه الغربيه طبق القانون، وانا لم اتدخل ولا اتصل باي محافظ بهذا الشان، ده مش اختصاصي، اختصاص المحافظين. كل ما يتعلق باداره الاعمال التعليميه هو اختصاص المحافظات وليس وزير التربيه والتعليم. بس في النهايه يعني هو المحافظ دلوقتي محطوط في وش المدفع زي ما بيقولوا، لان هو دلوقتي الذي يلام اذا تم، يعني اذا عاقب هؤلاء المدرسين، فبيقولوا له انت ازاي تعمل كده، حق الاضراب مشروع، حق الاعتصام مشروع، فلا يجب ان تطبق علينا ذلك. لا اقول لحضرتك انا اعتقد المحافظه الغربيه مستشار، وبالتالي عمر ما حد تصور انه هيخالف القانون، القانون بيعطي حقوق ويعطي واجبات، فتطبيق القانون لا يمثل اي انتهاك لاي قانون في النهايه، يعني اذا كان هناك قانون فليطبق هذا القانون. هل هناك نحن نيه في دولة قانون؟ هل هناك نيه اذا وصلنا الى اتفاق مع الجهات المضربه، وصلتم لاتفاق مع الجهات المضربه، ان يتم رفع هذه العقوبات او رفع كل شيء قابل للنقاش مع الساده المحافظين؟ لا كل شيء يعني هل حضرتك هتوصي يعني برفع انا مش طرف في المساله، لكن نقدر نمثل المعلمين في هذا الامر ان شاء الله. نخرج فاصل سيادة الوزير ونرجع نناقش هذا الحوار بعد الفاصل. إذن هناك على المدى القصير حلول مطروحة، هناك على المدى الطويل حلول مطروحة، دي بقى عن طريق البرلمان اللي هو تعديل قانون الكادر. احنا هنشتغل فيه في التربية والتعليم، هنعد مشروع قانون يتلافى العيوب اللي انا شايفها انها يعني اثرت بالسلب على سمعة قانون الكادر لدى المعلمين، ونطرحها للنقاش مع ممثل المعلمين، ثم بعد ذلك تكون جاهزة اذا تمكننا ان نعرضها على المجلس على القوات المسلحه بعد موافقه مجلس الوزراء بالتاكيد طبعا عليها، سيكون ذلك مبكرا وهذا ما ارجوه، اذا لم نتمكن فعلى الاقل تكون جاهزه لمجلس الشعب القادم ليناقشها ويقرها ان شاء الله. في مفاوضاتكم مع الجهات المضربه ايه الحد الادنى اللي حسيتوا ان هو هتصلوا فيه لايقاف هذا الاضراب؟ الحد الادنى من المطالب، ما هو ده التفاوض. لا ما فيش تفاوض فعلا، وزاره التربيه والتعليم انتوا ما بتتفاوضوش معاهم. لا احنا بنتناقش ونشوف مطالبهم ونحاول ننفذها، لكن فكره التفاوض نفسها مطروحه في اطار منظم ليس متاح في الوقت الحالي على الاقل، بمعنى انك في الخارج حضرتك لو في تفاوض يبقى في نقابه تمثل هؤلاء الناس، نقابه مشروعه، ويبدا النقاش مع الجهه الحكوميه او الجهه الخاصه اللي بيشتغل فيها هؤلاء الناس. هذا الوضع مش موجود في الوقت الحالي، فاحنا بنسمع. هل لعدم وجود نقابه ولا بس في اتحاد للمعلمين؟ أنا اتحاد؟ في اتحاد المعلمين المضربين المستقلين. ايه هو اتحاد المعلمين المستقلين؟ ده هو ده اللي بيعلن عن الاضراب. لا فهم، هو يعلن حاجه وان يكون لوضع شرعي شيء اخر، في مسالتين مختلفتين. في عندنا نقابه واحده اسمها النقابه المهنيه للمعلمين بنص على القانون حتى الان. لو انت تعرفين حضرتك ان في نقابه عماليه للصحفيين يبقى في نقابه عماليه للمعلمين. بس يا فندم في تعدد نقابات دلوقتي بعد الثوره، موضوع حريه النقابات دي فتحت او اصبحت مفتوحه، وبالتالي اي نوع من النقابات يا فندم؟ النقابات المهنيه حتى الان ما فيش فيها تعدد، هل حضرتك عندها نقابتين صحفيين او نقابتين محامين؟ في نقابه صحفيين مستقله دلوقتي انشئت. نفس الشيء انشئت في اطار عمالي زي المعلمين بالظبط، في اطار عمالي، لكن حتى هذه اللحظه ما زال القانون 100 الخاص بالنقابات المهنيه، وقانون التعليم حتى نص ان يعني في نقابه مهنيه واحده، فانا من اثار تغيير القانون اذا غيرنا القانون يبقى عندنا اكثر من نقابه ما فيش مشكله، لكن في اطار القانون الساري حتى هذه اللحظه ليس لدينا فرصه ان يكون هناك اكثر من نقابه مهنيه، لا في للاطباء ولا للمحامين ولا الصحفيين ولا المعلمين. هل الاتجاه بعدم التفاوض ده هو تنفيذا للقرار اللي صدر بعدم التفاوض مع المعتصمين في اماكن عمل؟ لا انا بتكلم من ناحيه قانونيه بحته، بقول لحضرتك ان احنا عندنا نقابه واحده هي النقابه المهنيه للمعلمين، اللي ممكن يبقى لما تكتمل انتخاباتها ويكون تحدد من يمثلها يبقى في نوع من النقاش، لكن احنا بننفذ هذه الامور. بس يعني في ناس مضربه على الارض، ما ده اللي احنا بنعمله دلوقتي. يعني احنا مش حضرتك مش هتتفاوض او مش هتتكلم مع الناس دي المضربه على الارض، سواء كانوا في نقابه او في اتحاد او في ايا كان المكان، لحد ما يبقى في انتخابات للنقابه. احنا بنستمع لكل الاراء وكل المطالب المعلمين في كل مكان، لكن فكره التفاوض فكره مختلفه. فرق بين احنا نستمع ليهم ونحاول ننفذ طلباتهم مشروعه بشكل جيد وبشكل كف ان شاء الله في فتره قصيره، وبان احنا نتفاوض مع حد، لان لازم تفاوضي مع حد. ايه الحد ده؟ لازم يكون ليه صفه تمثيليه،
العالم كله كده، مش احنا بس اللي بنعمل كده. انا مقتنعه بكلام اللي حضرتك بتقوله، لكن في النهايه هناك فئه مضربه. يعني لو الفئه المضربه دي عدد المدرسين المضربين دول قالوا ان احنا هيمثلنا، احنا والله اخترنا 5 اشخاص ليمثلونا، اللي يسميهم اي شيء، نقابه يسموهم، اتحاد يسموهم اي شيء، في النهايه هناك كتله مضربه. حضرتك كل بنيات وزاره التربيه والتعليم نقابله، انا او من يعمل في التربيه والتعليم، وفي حتى من الناس المضربين اللي حبوا يقابلوني من يومين ثلاثه، قلت لهم هقابلكم كلكم بس ارجو المدرسه بتاعتكم تعود للعمل. اذا عاد العمل هرحب بيكم ونتقابل مع بعض، ومدي مواعيد للناس الاسبوع الجاي من محافظات مختلفه لهذا الغرض، لكن في اطار احترام حق الطلبه في انهم يعودوا الى الدراسه. هنوصل لحل فصل امتى يعني؟ انا ان شاء الله قريب ان شاء الله نخرج فاصل مع الوضع في اعتبار ان احنا بنتكلم عن 3% من المدارس. بس ال 3% دي عامله هي بالنسبه لي انا كتير يعني 3%، لكن في كل الاحوال عايز اقول ان ما ناخدش الامور انه الشكل كارثي للغايه، لا. لازم يكون حضرتك ترى انه ليس كارثيا. يعني انت رايك انت حضرتك ايه لما يكون لما يكون عندنا 97% و3%؟ فانا رايي ان 3% خطيره ومهم جدا نتكلم معاهم، لكن ما صحش ان نبالغ في الامر ونقول انه مدارسنا كلها في حاله اضراب. حضرتك لما نزلت المدارس وقيل انك قبلت بهجوم، هل هذا صحيح؟ غير صحيح على الاطلاق، واللي قال كده بيكذب، لانه في النهايه انا زرت مع محافظ القاهره مدرستين، زرت مع السيد محافظ الجيزه 3 مدارس، اول مدرسه قالوا ان في اضراب من بعض المعلمين في المدرسه السعديه وانهم عايزين يقابلوك واختاروا 3 يمثلوه. قلت مشرفه، قعدت معاه واتناقشت معاه، وبعد كده هقابلهم تاني نستكمل الحوار في الوزاره. ما حصلش اطلاق ان انا قابلت معلمين مضربين ولا ان حد هاجم، كل ده غير حقيقه على الاطلاق. السيد المحافظ كان معايا في الدوله. نخرج فاصل سياده الوزير، وبعد الفاصل نواصل هذا الحوار، ليس فقط عن الاضراب ولكن عن مجمل العمليه التعليميه، المناهج ماذا سيحدث لها، التطوير، مجمل العمليه التعليميه. والعمليه التعليميه الحقيقه في مصر عندنا معقده جدا، تعاني من اثار وامراض عضويه لسنوات طويله، كيف سننهض بالعمليه التعليميه بعد الفاصل. وزير التربية والتعليم ومحاولة لحل الأزمة أو الخروج من مأزق الإضرابات، الوزير بيقول أنها نسبة ضعيفة، هناك ضجيج في الشارع، والحقيقة أن دايما بنؤكد أن المدرس له دور وعليه مسؤولية، ونتمنى أن يقوم بدوره على أكمل وجه، وطبعا مع اعترافنا أن كل المطالب التي يطالب بها كل هؤلاء المدرسين هي مطالب مشروعة. من الحاجات اللي أنا قريتها وحبيت أسأل حضرتك فيها من مطالب المدرسين قبل ما ننتقل المناهج، ان فكره تحرير الوزاره من قبضه الامن، يعني ايه يا فندم؟ مش عارف، هل 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 هناك دور للامن في الوزاره او مش عارف، معانا صعبه جدا يعني، انت عارف ان انا يعني علاقتي مش قويه قوي بالمسائل الامنيه. طب عايزين نذكر طبعا ان سياده الوزير كان وزيرا لمده عام واحد في 2005 يا فندم، 2004 2005، ثم يعني نحي جانبا او تم تغييره لاكتشاف او لمعرفه علاقه بينه وبين الاخوان المسلمين، علاقه عائليه يعني بينه وبين جماعه الاخوان المسلمين، ثم عاد مره اخرى بعد الثوره وزيرا من حكومه الدكتور شفيق حتى هذه اللحظه. يعني مساله انه في امن في الوزاره، انا اعتقد في رجل امن هو مدير امن الوزاره وموجود قبل ما اجي، وراجل كفء بيأدي عمله. لا انا ما بتكلمش على رجل لا ده الامن، ما هو ما عندهاش امن تاني، يعني مش بتكلم على ضابط الامن في الوزاره، لا بتكلم على يعني ان لا يوجد امن اخر، يعني ده اللي انا بقوله. عشان كده يعني عندنا مدير امن الوزاره ده راجل اصلا عسكري مش حتى شرطه، وراجل يؤدي عمله من قبل ما يجي وما زال يؤديه بكفاءه، فيما عدا ذلك لا يوجد اي رجل امن في الوزاره غير رجل الامن. يعني هناك تاثير للامن لقبضه الامن ده معانا؟ مستحيل يعني، اولا ما فيش امن بيدخل وزاره، ولا قابلت حد امن تبع الداخليه على مش لازم يدخلوا يعني، ممكن ولا مش معانا يعني، ده السؤال ده اتقال لحد تاني. يعني في كلام كتير جدا في مبالغه، يقول لك الفساد في وزاره التربيه والتعليم، المستشارين والارقام، المستشارين انت عارف في التربيه والتعليم ما فيش ولا مستشار، الوزاره الوحيده على مستوى الدوله ولا مستشار، ولا مستشار. اخر واحد كان رئيس جهاز التنفيذي لمحو الاميه، وكان في عنده بعض المسائل الصعبه مع الموظفين فسحبته كمستشار لحين بلوغ السن القانونيه، وبلغ السن القانونيه
لا يوجد اي مستشار فيما عدا مستشار مجلس الدوله اللي هم بيعملوا القضايا ويراجعوا المسائل القانونيه. لكن منتدب من منتدب مجلس الدوله، لا يوجد اي مستشار يقولوا ان في مبالغ ضخمه بياخدها كبار الناس في التربيه والتعليم. بالعكس اللي حصل ان انا من يوم ما جيت ان كل الناس اللي كان حتى بتاخد مبالغ خفضت هذه المبالغ وقلت لهم مصدر واحد للدخل، بعضهم يمكن خسر نص دخله او تلت دخله. احنا عندنا وزاره منضبطه في هذا المسائل ودي مبدئي، والمره فاتت كان نفس الشيء حاربت الفساد، فبيقول كده بيكذب واتحداه وقدام النائب العام وقدام الجهاز المركزي للتنظيم وقدام الرقابه الاداريه يشتكي الفساد الموجود اذا كان هذا الامر، لكن هي كلها نوع من المغالطات المستمره اللي بتؤسفني ان انا اسمعها حقيقي. مين ورا ده؟ يعني هل حضرتك بتحس ان هناك بالفعل هي مطالب مشروع ام ساعات بتحس ان في البعض يريد ان يثير جلبه لا نفرق بين المطالب المشروعه ودي اتفهمها وانا حريص عليها اكثر من اللي بطالب بيها، وبين الاتهامات الجزافيه المرسله، ودي حاجه يعني سيئه جدا هتحصل في مجتمع ناضج. اللي عنده حاجه ما يتجه فورا لاي جهه رقابيه في الدوله ويقدم هذه الحاجه، اذا حد شاف ان حد في وزاره التربيه والتعليم فاسد يقدم ضده بلاغ، يجي لنا يقول ان فلان ده فاسد عندك. متى يرحم البيت المصري من الدروس الخصوصيه؟ متى قضينا على اسباب الدروس الخصوصيه؟ وهي اسباب متعدده، بعضها يرجع لنا احنا في التربيه والتعليم، بعضها يرجع للمجتمع، بعضها يرجع لظروف التعليم العالي. والكلام ده بقوله باستمرار، احنا عندنا اولا نظام التعليم نفسه لازم يتطور عشان يمنع هذا الامر. وده اللي احنا عملناه في المرحله التعليم الاساسي الابتدائي والاعدادي، احنا حاولنا قدر الامكان نطور ونعيد صياغه نظام التقويم الشامل اللي نركز على الانشطه اكثر من الحفظ. الدرس الخصوصي هدفه ايه؟ ان المدرس يشحن الطالب بمجموعه من المعلومات، والطالب اخر السنه او اخر فصل دراسي يسجلها في كراسه الاجابه. اذا الامتحان القايم على انه امتحان تحريري اساسا والطالب خد معلومات يسمع المعلومات، ده بيشجع دروس خصوصيه. كل ما كان نظام التعليم بعيد عن هذا الامر يتوجه الى تنميه المهارات وزياده القدرات، كل ما محتاجناش دروس خصوصيه. وذلك سنة عملنا حاجه ثوريه جدا، خلينا في اربع انشطه، الاربع انشطه داخل مجموع الطالب في كل الفصول من اولى ابتدائي حتى ثانيه. يعني اللي هي ايه يا فندم الاربع انشطه؟ الاربع انشطه فيهم اثنين اجباري محددين وفي اثنين طالب يختارهم من 10 انشطه. الاثنين الاجباري في المرحله الابتدائيه التربيه الفنيه والتربيه الرياضيه. في المرحله الاعداديه التربيه الفنيه والحاسب الالي. ال 10 انشطه الطالب يختار بينهم يشملوا حاجات كثيره جدا، المسرح المدرسي، الاذاعه والصحافه المدرسيه، المكتبه والابحاث، خدمه المجتمع نفسه، لاول مره ندخل حاجه اسمها خدمه المجتمع في مدارسنا، قلنا لو مدرسه ما فيش فيها فناء كافي ولا فيها اماكن للانشطه، حتى الطالب لو خدم مدرسته، خدم الحي، خدم القريه، ياخد تقدير عن هذا الامر ويقيم، والتقييم ما يكونش المدرس لوحده، يكون من ثلاث اشخاص متحددين في القرار الوزاري. فدي نقله كبيره حتى يعني غير الانشطه داخل الماده العلميه نفسها، العربي او الانجليزي او الحساب، ايضا الدرجه خصمت، فاصبح في 50% على اخر فصل دراسي، 20% الميد ترم او منتصف الفصل الدراسي، و30% 10 على السلوك والانضباط والحضور، و10 على المناقشات داخل الفصل، و10 الاخيره على الابحاث اللي الاستاذ بيكلف بها الطالب. ده كله محاوله لتغيير مفهوم ان الطالب محتاج يتشحن معلومات عشان يسمعها في ورقه الاسئله. ده عنصر يؤثر بالتاكيد على تقليل الدروس الخصوصيه. الامر الثاني هو اسلوب وضع الامتحانات. اذا كان الامتحان هيقيس قدرات حفظ هنحتاج حد يحفظ الطلبه، اذا كان هيقيس قدرات اخرى مش هنحتاج هذه المهمه للمدرس الخصوصي. الامر الثالث المناهج وتطويرها. طبعا السنه للاسف ما قدرناش نطور في المناهج كما يجب، ده بترك للسنه الجايه لان ما كانش عندنا وقت نقدر نعمل الحكايه دي، لان احنا الطباعه حتى كانت متاخره والحمد لله قدرنا نطبع الكتاب في الوقت المناسب. اعتقد ان السنه دي يمكن اول سنه الاولاد ياخدوا الكتب الحمد لله كلها في اول السنه، ودي معجزه كبيره جدا. يعني انا ابني مثلا خد كتب العربي وال احنا كنا يعني بدري بمتابعه يعني غير عاديه، رغم ان احنا بدانا الطباعه متاخرين عن كل سنه اربع شهور، لكن الحمد لله يعني ده توفيق ربنا وجهد الناس. هل تغيروا مثلا في كتب التاريخ او التربيه؟ التاريخ رجعنا التاريخ. يعني شلتوا اجزاء كان في اخطاء على ما اعتقد في بعض. شوف لحضرتك التاريخ كان في التاريخ الحديث بالذات هي اللي في المشكله الرئيسيه، كان من الصعب جدا تجاهل ثوره 25 يناير، والا احنا كنا هنعمل حاجه غير مقبوله على الاطلاق من المجتمع، وبالتالي اللي اخترنا اخترته ان انا كلفت لجنه محايده بعيده عن وزاره التربيه والتعليم بالقيام بهذه المهمه برئاسه رئيس الجمعيه التاريخيه المصريه. هو شكل هو اللجنه مع اثنين اساتذه كبار من اساتذه التاريخ الحديث، وعملوا مراجعه لكتاب التاريخ في سنه سته ابتدائي
وفي ثالثه اعدادي اللي هم اللي فيها السنوات التاريخ الحديث. وانا اعتقد ان انتهوا نتيجه مميزه جدا، انه يعني حذفوا كل المبالغات غير المقبوله عن الضربه الجويه وما الى ذلك، يعني ما اشاروا لحرب اكتوبر ودور كل واحد فيها بالتاكيد، لكن في كان في مبالغات اخرى متعلقه باشياء يعني العقل حتى لا يقبلها بسهوله، في مثلا اغفال لدور محمد نجيب كراوي رئيس للجمهوريه، وبالتاكيد اضافوا جزء مهم جدا. التاريخ كان يكتب طبقا لرؤيه صانع القرار والاهم كان اضافوا جزء متعلق باسباب ثوره 25 يناير، ايه اللي خلى الشعب المصري يثور ويطالب بالتغيير، وايه اسباب يعني الموقف الشعبي من الحكم قبل 25 يناير واسبابه التاريخيه والسياسيه والاقتصاديه، ثم تكلموا ايضا عن احداث الثوره نفسها كيف جرت هذه الاحداث. فانا اعتقد انه جهد مميز وبطريقه موضوعيه وناضجه للغايه. التطوير الشامل يعني هيشمل المناهج حضرتك بتقول السنه الجايه، يعني في يعني انا كلفت المركز تطوير المناهج في وزاره التربيه والتعليم نشتغل من دلوقتي في كيف ندخل لهذه المهمه الكبيره جدا، هي مهمه صعبه حقيقي، وانا يمكن جربتها قبل كده في المره اللي فاتت وبدانا فيها خطوات جيده، لكن يعني استكملت لكن بطريقه ربما اقل كفاءه مما كنا نطمح اليه. ايه المشكله دلوقتي؟ انت عندك مناهج، ازاي تغير المناهج؟ هل نشكل لجنه في كل تخصص تدرس المناهج وتقترح مناهج جديده؟ ده كان بيحصل طول عمره في وزاره التربيه والتعليم. انا كان رايي من الاول ان ده مش الاسلوب الامثل، الاسلوب الامثل ان يكون في منافسه، في مسابقه بين المؤلفين في هذا المجال، لانه اللجنه لما تشكليها هتبقى لجنه جزء من وزاره التربيه والتعليم، جزء من اساتذه الجامعه، وفي الاخر هيعملوا منتج بقدر فهمهم المسائل. التعليم ما يخليش مسابقه مفتوحه لكل الناس، لكل الناشرين، لكل المؤلفين يتقدموا باعمالهم في صورتها النهائيه، لان الصوره النهائيه مهمه، مش بس الماده العلميه، لا شكل الكتاب، طريقه الاسئله، الصور، كلها لها تاثير كبير جدا على الطالب عندما يتلقى هذا الامر. اذا عملنا هذا الامر في مسابقه حره مفتوحه وجبنا لجان متميزه طبعا الاول معايير الكتاب في مرحله اولى، وبعد كده لجنه اخرى تقيم ما يقدم اليها من مشروعات كتب، انا اعتقد ممكن نصل لشيء جيد. ده اللي اقترحناه وده اللي عملنا المرحله الاولى منه سنه 2004 2005، ان احنا شكلنا اللجان وضعت المعايير وتوقف الجهد ده. لا تم طرح المسابقات وللاسف اللجان اللي اختارت ما عرض عليها ربما كانت مياله اكتر لادخال عنصر في التقييم ما كانش على بالنا، هو تكلفه الكتاب ومدى قبول دار النشر الى تخفيض السعر، فبالتالي ما اصبحش المعيار هو الكتاب الافضل لكن الكتاب الاوفر، وبالتالي بس تكلفه الكتاب ده شيء ومضمون الكتاب ده شيء فعلا ده كان المفروض يلاحظوه حقيقي، لكن فبالتالي النهارده في شكوى حتى من المعلمين، وانا قابلت كتير منهم، شكوى من الخبراء من مستوى كثير من الكتب الموجوده حاليا. فاحنا السنه دي نرجو هنشتغل في اطار تعديله للسنه القادمه ان شاء الله. بمناسبه المناهج كان في ما يشاع سابقا تحت مسمى بزنس المناهج، يعني دور نشر معينه هي المقصور عليها طباعه الكتاب المدرسي، ده بزنس ده يعني الطباعه شيء اخر، طباعه انت حاجه بنطبع 240 مليون نسخه من الكتب لتلامذتنا في المراحل المختلفه حوالي مليار جنيه. السنه دي عملنا ممارسه مفتوحه لكل الناس، يمكن في اكثر من 110 شركه طباعه او مطبعه شركه في هذا الامر، وكان بطريقه الناس كلها يعني شكرت ان احنا كنا في منتهى الشفافيه هذا العام. فالطباعه المهم انها تتم بطريقه شفافه، يعني اعتقد ده يرضي كل الناس يعني. والمضمون بقى المضمون ده شغل اخر، لان زي ما قلت لحضرتك افضل ان احنا نعمله في اطار مسابقه وليس في اطار لجنه، اللجنه ما تضمنيش الناتج في النهايه، وبان نقتدي بالعالم في هذا المجال. لان الحقيقه مثلا يعني وانا بقرا كتاب اللغه العربيه انا فوجئت ان معظم الشعراء اللي بيدرسوا للاطفال مثلا دلوقتي هم شعراء حداثه، يعني ما بقاش في لا حافظ ابراهيم ولا احمد شوقي ولا الشعراء اللي احنا كنا متربيين عليهم، لكن في شعر حديث ركيك كمان. يعني يمكن حسب المرحله التعليميه، مش كل السنين بتاخد نفس المناهج، يعني بعض السنين بتاخد شعر قديم، بعضها بياخد شعر لا بس وسيط، برضو حتى الشعر الحديث اللي موجود ما هو الشعر الحديث للشعراء الحداثه اللي احنا نعرفه، ده شعراء عمرنا ما سمعنا عنهم، هم دول اللي بيحفظوهم الولاد. ابقى اسال الولد اقول له مين ده؟ ده احنا شخصيا ما اعرفوش. انا ارجو ان شاء الله لما نبدا نشتغل، احنا لسه ما بدناش حاجه، يعني اتخذنا في اكتر من حاجه خدت وقتنا، هنستعين بافضل ناس في مصر. انا كنت كلمت الشاعر الكبير فاروق شوشه باعتباره حتى يعني امين مجمع اللغه العربيه واخرين، وان شاء الله يكون في تعاون، ارجو ان احنا نصل الى لجان محترمه تضع المعايير الاساسيه للمناهج الجديده ان شاء الله. الكثافه، والكثافة دي قضية تؤرق أي وزير وأي مواطن لما يشوف إن في فصل في 120 طالب، مين اللي ممكن يتعلم في 120 طالب؟ وكان فكرة الإتاحة هي الفكرة الأساسية المسيطرة على الفكر التعليم المصري لسنوات طويلة.
ماذا سنفعل في موضوع الكثافة؟ الكثافة مرتبطة بالتمويل. للأسف الشديد عندما تعطي استثمارات للتعليم قليلة تضطر انك تبني عدد فصول قليلة. احنا عندنا كذا ضغط حقيقي لازم نفكر فيه. احنا عندنا في مصر بنزيد اكثر من 2 مليون تلميذ طفل كل سنة. دول هيبقوا 2 مليون تلميذ، فانت عندك طلب من السن الصغير، عندك تأخر ايضا في الاستجابة لحل مشاكل التعليمية على مدى عشرات السنوات. ولذلك انا طلبت من الناس في الوزارة، هيئة التنمية التعليمية والمسؤول عن الاحصاء، نعمل احصائية تبين لنا المشاكل اللي عندنا ايه. وخدت المسألة دي ورحت مجلس الوزراء وطلبت في جلسة من اولى الجلسات اللي حضرتها مع في حكومة الدكتور عصام شرف ان اطرح عليهم الوضع بتاعنا بكل صدق وامانة. فوجدنا ان احنا عندنا مشاكل كبيرة جدا. مشكلة الكثافة حضرتك انه عندنا المعيار 42 تلميذ في الفصل في المرحلة الابتدائية و40 او 38 في المرحلة الاعدادية. احنا عندنا 30% من فصولنا اكتر من هذا المعيار. بعد اذن حضرتك قلت بيصل لاكثر من 30% فقط. 30% يعني تلت الفصول اكثر من الكثافه المفترضه. وحتى الكثافه المطلوبه او المعيارات بتاعتنا كثافه وحشه، لان لما قلت 42 تلميذ فصل كتير، العالم كله بيشتغل على 30 و25. فبالتالي عندنا مشكله. عندنا مشكله الدورات، عندنا حوالي 16% من المدرسه بتشتغل فترتين، وفترتين معناها اليوم الدراسي قصير، فدي مشكله اخرى. عندنا كتير جدا، وده في رايي برضو من الحاجات الخطيره، نجوع وقرى وكفور لا يوجد بها مدرسه، رغم ان فيها اطفال في سن التعلم احيانا يصل اكثر من 500 طفل في سن التعلم، واحيانا اكثر من 200، واحيانا اكثر من 100. عندنا احصائيه تفصيليه بهذا الامر. عندنا مشكله ايضا متعلقه بانه في قرى كبيره ما فيش فيها مدرسه عاديه حتى الان وتحتاج مدرسه عاديه، قرى اخرى او مراكز محتاجه مدرسه ثانوي ويجب يكون فيها مدرسه ولسه لم نبني فيها مدرسه ثانويه. عندنا مدارس تعليم فني متاخرين فيها وفيها كثافات عاليه في بعض الاماكن. عندنا ايضا مدارس التربيه الفكريه لذوي الاحتياجات الخاصه، عندنا نقص شديد جدا فيها. فاحنا جمعنا كل هذه المشاكل وحسبناها، طلع ان احنا محتاجين حتى سنه 2017 51.7 مليار جنيه، وده مبلغ في رايي مش كبير. لان احنا يعني بقول لك ليه مش كبير، يمكن حاجه بقولها باستمرار، والنهارده كان معايا وزير بترول بنتكلم فيها في اللجنه التشريعيه الوزاريه، عندنا 100 مليار جنيه دعم للبترول، وكل ميزان التربيه والتعليم 41 مليار. هل هذا امر رشيد؟ يعني اقول لحضرتك العالم بيفكر بطريقه مختلفه، يعني هل ادعم منتجات بتروليه لاصحاب سيارات او غيرهم من الناس تستهلك في كل الاحوال، واحيانا استهلاك غير رشيد نتيجه رخص الثمن عن السعر الحقيقي، واترك التعليم واديله ميزانيه؟ احنا خدنا السنه دي بالعافيه 1.5 مليار للابنيه التعليميه. السنه فاتت كان واحد. توتال الميزانيه قد ايه؟ مجمل ميزانيه التعليم العادي مش التعليم العالي كان عندنا 41.5 مليار تقريبا. ده التعليم كله على بعضه، ده العالي وال لا لا القبل الجامعي. قبل الجامعي 41 ومعظم ده قد ايه نسبته يا فندم من 41.5 مليار؟ قد ايه نسبته؟ انا هقول لحضرتك معظم المبلغ ده 80% منه اكتر عباره عن مرتبات. والمرتبات الاداريين اكثر من مرتبات المعلمين؟ لا مش اكثر، اقل، لان عدد المعلمين 1.2 مليون، الاداريين حوالي 0.5 مليون، فاقل طبعا ومرتباتهم اقل. لكن في كل الاحوال عايز اقول لحضرتك انه هذه الميزانيه تذهب بالكامل للمحافظات. لان مباشره من وزاره التنميه المحافظات، ما عدا حوالي 3.5 مليار تقريبا بتيجي للديوان العام، منها مليار للكتب ومليار ونص للابنيه التعليميه، والباقي بيوزع على اغراض اخرى. في الواقع الميزانيه ضعيفه. حضرتك بتسالني عن النسبه المئويه للناتج المحلي الاجمالي. التعليم كله العالي وقبل الجامعي الاثنين مع بعض اقل من 3.5% من ناتج المحلي الاجمالي، ودي نسبه متدنيه للغايه. عشان تعرفي المتوسط الموازنه قد ايه؟ لا الموازنه مش كاحصاء مش سليمه قوي، لان الموازنه بتختلف بحسب طبيعه الموازنه وشكلها. فاحنا دايما كاساتذه ماليه عامه نفضل نحسب للناتج المحلي الاجمالي، الناتج القومي الاجمالي، يكون اكثر دلاله على اهميته. وطبعا انتم موازنتكم اعلى من التعليم العالي اعتقد. التعليم أعلى العالي واحد حجم كبير. احنا عندنا هم عندهم 1.4 اعتقد، هم عندهم 2.5 مليون طالب في الجامعه، احنا عندنا 17.5 مليون تلميذ في التعليم. 41.5 مليون مليار جنيه سنويا. احنا محتاجين كام؟ احنا محتاجين كام لو فتحنا طموحاتنا؟ يعني حضرتك لو بتضع خطه خمسيه دلوقتي لاحتياجاتك، لتقليل الكثافه، لتطوير مناهج التعليم، لتحديث التعليم في مصر بخطوات متلاحقه، يبقى احنا محتاجين كم؟ انا لو محل المجتمع المصري واقبل التضحيه ببعض الشيء، اقدر اخصص 20 مليار من دعم البترول واديه للتربيه والتعليم فورا. يعني لو دعم البترول 100، حضرتك عايز تخصص 20، على الاقل 20 مليار من دون التربيه 20% التعليم. منه بالظبط، وده يؤثر تاثير ايجابي بشكل كبير جدا على التربيه والتعليم. واذا ادينا الصحه كمان 5 مليار هيأثر بشكل ايجابي جدا على الصحه. ده اختيارات،
يعني دول. طبعا المشكله بس في قضيه البنزين دي هو ان هو يجب ان يكون على نوع معين من المحروقات, يعني ازاله الدعم او تخفيض الدعم على نوع معين من المحروقات, مش كله, لان حضرتك عارف الاواني المستطرقه لما سعر البنزين يعلى على طول اسعار المواد الاستهلاكيه والمواصلات, ومحدش بيقدر ان ده بتاع البنزين بتاع المرسيدس, هم بيعتبروه بنزين بتاع صحيح. كل المركبات. بس ممكن تتحسب, يعني انا اعتقد يعني اقتصاديا سهل حسابها ومعرفة أثرها. هل الحكومة عندها الجرأة؟ يعني ده كان حوار داير في كل الحكومات السابقة صحيح. حتى وحضرتك كنت عارف من صحيح. 2004 صحيح. وإحنا بنتكلم في هذه صحيح. القضية صحيح. هل الحكومة دي بعد الثورة عندها هذه الجرأة ولا بتقول استنى حكومة قادمة بعد البرلمان؟ أنا أعتقد الحكومة هيكون عندها جرأة إذا وجدت مساندة من الرأي العام, يعني يجب نحن كمثقفين كوسائل إعلام نقنع الرأي العام أن ده حل أفضل لمستقبلنا كلنا. دول تانية عملت نفس الاختيار. انا بقول لحضرتك انا في الهند من اسبوعين وجدت ان اسعار البنزين باسعار التكلفه العاديه, مفيش دعم للبنزين على الاطلاق, وقالوا لا الناس اللي عنده عربيه بيستخدم بنزين استحملها, حتى عربيات النقل العام تتحملها في كل الاحوال, لكن التعليم بيحظى باولويه. فانا اعتقد ده اختيار مجتمعي يجب ان احنا نشجع المجتمع على قبوله, وطبعا الحكومه اي حكومه لا يمكن تاخد القرار الا اذا حست ان المجتمع هيساندها في هذا الامر. يا حضرتك بتقولي ان ب 60 مليار جنيه نقدر نصلح المناهج, هنكون احسن, هنكون احسن. احسن بنسبه قد ايه يا فندم؟ بنسبه ال 20% الاضافيه, يعني هيبقى 50% اضافيه بمعنى صح, احنا 40 60 يبقى 50% اضافيه, هنحسن اوضاعنا 50% على الاقل. ازدواجيه التعليم في مصر او تعدد مستوياته دي مشكله صعبه جدا, لم يعد فقط هناك التعليم الحكومي لكن في التعليم الحكومي والتعليم الخاص, وهناك مستويات او اشكال متنوعه للتعليم الخاص, التعليم الدولي, التعليم الخاص العادي, يعني كل هذه المستويات بتؤدي في النهايه لايه؟ هقول لحضرتك خلينا نفكر بطريقه استراتيجيه شويه. احنا عندنا 10% من ابنائنا في سن التعليم قبل الجامعي بيروحوا مدارس خاصه. لو انت مسؤول عن التعليم هل تقولي لا ما يروحوش مدارس خاصه وندخلهم مدارس حكوميه؟ لا بالتاكيد. واحنا عندنا لا مشكله طبعا. كبيره في المدارس الحكوميه اساسا في الاستيعاب, فاحنا وفي ظل النقص في الاستثمار اللي بنتكلم عنه. فانا رايي ان الطبيعي هنشجع الاستثمار الخاص في مجال التعليم, كل ما استوعب اكتر كل ما خففنا الضغط على المدارس الحكوميه اللي هي واجب تستوعب اكتر والكثافه تقل فيها. ده المساله مبدئيا, لكن في نفس الوقت يجب ان احنا نراقب هذه المدارس الخاصه, يجب ان احنا ننظمها بطريقه. بتراقبوا هذه المدارس الخاصه؟ بالتاكيد عندنا يعني اكثر من حاجه, عندنا مدارس خاصه عاديه ودي موجود لها تنظيم سابق وفي لجنه بتديرها ولها نظام معروف على الاقل, طبعا في تجاوزات وفي محاسبه على التجاوزات, لكن كان عندنا مشكله في المدارس الدوليه. حضرتك بتقول المدارس الدوليه اللي هي مدارس بتدرس مناهج غير مصريه, ده التسميه الحقيقيه ليها لانها في الواقع ما بتدرسش منهج مصري, ده اللي خلاها سميناها دوليه عشان كده. نعم. فالمدارس دي ما كانتش منظمه بشكل جيد, فاصدرت قرار وزاري من حوالي شهرين نظمناها بشكل كفء للغايه من عده نواحي, ابرزها المصاريف واول مره يبقى في ضبط لمصاريفها, ابرزها المواد الهويه الوطنيه اللي اتكلمت عنها, عندنا خمس مواد بتمثل هويه وطنيه يجب انها في كل تلميذ مصري يدرسها ايا مكان المدرسه اللي بينتمي ليها, اللغه العربيه والتربيه الدينيه والتربيه الوطنيه وتاريخ مصر باللغه العربيه والجغرافيا قلنا ممكن, وده اصبح اجباري, اصبح اجباري. وايضا ضممت لهذا الاجبار مدارس السفارات اللي كانت طول عمرها خارج هذا الاطار, فاصبحت هي ملزمه بهذا الامر بالنسبه للطلاب المصريين بلا استثناء. وسنراقب هذا, شكلنا لجنه من اعلى مستوى تضم ثلاثه من خبراء مؤسسه الجامعه, ثلاثه من ممثلي هذه المدارس الدوليه او تطبق منهاج خاصه, رؤساء مجالس الاداره فيهم, وثلاثه من وزاره التربيه والتعليم برئاسه رئيس قطاع التعليم العام, ومهمتها انها تضع الضوابط لتنفيذ هذا الامر والمتابعه والمراقبه لهذا. يعني من هذا العام الدراسي اعتقد انه كان من العام الدراسي اللي فات كان الاولاد بياخدوا عربي ودين وتربيه قوميه. تمام, احنا نظمناها بشكل كف ومن خلال لجنه, بس اعتقد مدارس السفارات دي جديده من هذا العام الدراسي. طيب. كل المدارس الدوليه كل طالب مصري يدرس في مصر يجب يدرس هذه المواد ايا من كان المدرسه. انا بحترم هذا القرار الحقيقه. نخرج فاصل, وبعد الفاصل شوفوا الجمهور والناس سالت ايه الوزير من الشارع وكمان في الشارع, وكمان هنقرا له بعض الاسئله التي وردت لنا على الفيسبوك بعد الفاصل. هنقول له الى متى هذه المشاكل, هتحل مشاكل المعلمين الى متى يعني, والنقابه بتاعت المعلمين لسه المعاشات زي ما هي قليله جدا,
ما تنفعش. التعليم هنا عقيم جدا، بنحاول نطور التعليم بصورة الانتر اكشن مع الطالب. معرفش مستويات الطلبة في اللي بيجوا لنا كلية الطب من التعليم الاساسي ضعيفة جدا، فاعتقد ان في دور على الوزير ودور على المعلم ودور على الطالب والاسره. انا كل اللي هو ان هو ما طلعش لغايه دلوقتي وقال لنا مثلا ايه اللي في دماغه، ايه المقترحات، ايه الخطه اللي هو هيفضل هيبقى عايز يمشي عليها، الكلام ده ما فيش. هل هيخلي المناهج زي ما هي ولا هل هيجددها؟ هل هيظبطها عشان يخلينا زي الدول اللي بره نبقى متقدمين زي ماليزيا والعالم دي؟ هل التعليم في مصر عاجبه هو؟ لو كان التعليم عاجبه هو يبقى خليه ماشي على المنهج زي ما هو ماشي. امتى هتقضي على الدروس الخصوصيه؟ بص قالوا سؤال واحد، هو هل عنده خطه شامله لتطوير التعليم من جذوره كده كلها؟ مرتبات الاساتذه تزيد عشان ما تستغلش الناس. اتمنى من سياده الوزير ان هو يعيد النظر في المناهج الدراسيه لكافه المراحل اللي هي مبنيه على التلقين والحفظ. اللي احنا فيه في مصر ده بسبب التعليم، فهو هل هو عنده خطه مثلا هيعملها ينهض بالبلد دي لفوق؟ امتى هيقضي على الاميه في مصر اولا، وامتى اللغه العربيه يهتموا بيها شويه مش كله انجلش انجلش؟ ازاي ان انت تنشط العمليه التعليميه، وازاي تخلي ان المدرس يقدر يشرح بضمير للتلميذ عشان كده ما يحتاجش ان هو ياخد دروس خصوصيه؟ فين التعليم في مصر؟ هل سيادتك قادر على تحمل مسؤوليه الوزاره اللي شعب كبير عريق زي شعب مصر؟ دي بعض اسئله الناس في الشارع لوزير التربيه والتعليم، ما تحب ترد على ايه؟ هل انت قادر على الارتقاء بمستوى التعليم في مصر؟ ده سؤال صعب، يعني انا اجتهد في هذا الامر واحاول قدر الامكان ان يعني اؤدي واجبي، وانا اعتقد انه يعني بالمنهج اللي شغالين بيه بنحاول قدر الامكان نعمل اكفى ما يمكن عمله ونترك الحكم للمجتمع في النهايه. لكن طبعا بالتاكيد سؤال صعب لاي وزير تعليم في اي مكان في العالم. مستوى التعليم عاجبك؟ لا مش عاجبني بالتاكيد، ولو عاجبني يبقى انا مفيش داعي اقعد مكاني، لان في النهايه المفروض كل يوم بنطور في هذا المستوى، وخاصه المستوى اللي عندنا بالذات. يعني واضح ان الناس محتاجه كوميونيكيشن اكتر يا سياده الوزير، يعني كل طلباتهم عايزين نسمع رؤيتك، واحنا سمعنا جزء من رؤيه الوزير النهارده. حقيقة انا بحاول من 6 شهور ان اعرض هذه الرؤيه بشكل او اخر، لكن طبعا الوصول لكل المواطنين مساله مش سهله. أرجو أن احنا النهاردة أتاح لنا فرصة نتكلم في بعض المسائل. كل برنامج بحضر فيه، كل مكان بحاول أتكلم فيه، أعرض جزء من هذه الرؤية اللي هي موجودة في استراتيجية. في الواقع التعليم في مصر بينظموا حاجة اسمها استراتيجية تطوير التعليم لمدة 5 سنوات كل مرة، وهي موجودة من قبل ما جانا الوزارة، وبيعد حاليا الاستراتيجية الجديدة اللي تبدأ السنة الجاية إن شاء الله. طيب في سؤال عن محو الأمية، والحقيقة عايز أقول ده السؤال ده سؤال مهم جدا، خاصة النهاردة بالذات، لأن النهاردة الصبح أنا افتتحت مؤتمر اللي عامله مكتب اليونسكو في بيروت في مصر نحو إنشاء حملة قومية لمحو الأمية في مصر، وحضر مجموعة من الناس هذا المؤتمر، بينهم جمعيات أهلية، بينهم فنانين، فنان حمدي أحمد، مسؤولين أيضا حضروا. المسألة كلنا اتكلمنا عن أن في مصر ما يسميه البعض زي الفنان حمدي أحمد أنه مصيبة هي الأمية، وأنا قلت أنها فعلا عبارة عن نسبة. الحقيقية كام يا فندم؟ الحقيقية اللي بحددها مين؟ مش وزارة التربية والتعليم ولا جهاز محو الأمية، اللي بحددها الجهاز المسؤول عن الإحصاء في مصر، التعبئة والإحصاء، وهو بالظبط التعبئة طيب والإحصاء. النسبة الرسمية في التعبئة والإحصاء 17% تقريبا الأميين، وأنا أعتقد النسبة كبيرة، يعني أنا أعتقد أنها نسبة أكبر. لا لا نسبة مزعجة، بس تقارير التنمية البشرية الصادرة عن الأمم المتحدة بتتكلم على نسبة تتعدى 30%. بالظبط، السبب إنه في 10 سنين فرق دايما. تقارير التنمية البشرية بتعتبر فقط إنه مصدر الإحصاء يجب يكون نوع من الاستبيان الشامل أو الإحصاء العام، وتعرف في مصر حضرتك الإحصاء بيتم كل 10 سنوات، فعندهم دايما الرقم متأخر لآخر متأخر 10 سنين يعني لآخر إحصاء، يعني إذا كان مر عليه 10 أو 5 أو 3 أو 4. ف 17% مزعجة جدا، يعني أنا بالعكس مش سعيد انها 17، بالعكس حاسس انها كارثه، لان احنا 17% اسف النسبه مش 17 27%، انما العدد الاميين ما بين 15 و17 مليون النسبه 27%. 27% نسبه عاليه جدا. 27% نسبه عاليه جدا، وانا اعتقد ان احنا متاخرين عن غيرنا. انا يعني اتذكر انه من عده سنوات، من 5 6 سنوات كان الفرق بيننا وبين الهند كبير، الهند كانت في حدود فوق ال 50% واحنا كنا كذا و 30%، النهارده الهند وصلت الى 28%، يعني بتجري بمعدل كبير جدا. الصين النهارده عندها اقل من 5% اميين، فاحنا لازم نبذل مجهود اكبر. احنا استضفنا دكتور فاروق الباز وكان لديه فكره، هو كان عندي من يومين هيعرض الفكره، وفكره ممتازه انه بالتعاون مع طلبه الجامعه لحملة جديدة، لكن في حملات أخرى النهاردة مطروح بشكل كبير جدا، دور مجتمعات أو جمعيات النفع العام أو الجمعيات الأهلية
لها دور متميز في هذا المجال، وانا اعتقد انه في شركه من شركات الاتصالات في شهر مارس اللي فات قررت انها توفر 50 مليون جنيه دعم لحملات محو الاميه على مدى 5 سنوات، وان يتم ذلك من خلال التعاون بين وزاره التربيه والتعليم اليونسكو والجامعات الاهليه. يعني عندكم مدرسين يقوموا بهذا العمل؟ هيئه التعليم الكبار عندها ناس متخصصين في هذا المجال، لكن المساله اكثر مدرسين. يعني انا اعتقد ممكن جدا المبادره مش محتاجه مدرسين. انا اقول لحضرتك وانا صغير في السن في القريه اللي انا اتولدت فيها كنا بنعمل فصول محو اميه وحطلع في الثانوي طلبه في الجامعه. فانا عايز اقول في النهايه المبادره الاهليه مش عايزه مدرس محترف قادم، عايزه اصرار على ان احنا نصل للاميين وان نحاول ان نقلل هذه النسب. ازاي نعمل كده؟ عندنا مش كذا مشكله. اول حاجه احنا ما عندناش حتى الان قاعده بيانات كامله عن الاميين في مصر، وده اول خطوه نعرف مين هم الاميين عشان نوجه وجودنا نحوهم. الامر الثاني في نوع من المقاومه شويه من بعض الناس الاميين انهم ينضموا حتى لو في فصول جنبهم. الحاجة الثالثة لازم نمنع التسرب من التعليم، لأن التسرب هو مصدر هذه الأمية، والتسرب بنمنعه أساسا ببناء مدارس ولو صغيرة داخل القرى والنجوع البعيدة اللي الطالب فيها أو الطالبة بالذات، لأن أنت عارفة حوالي 30 الأميين بنات أكثر من 65% في مصر. فبالتالي عشان نمنع تسرب البنات بالذات لازم نعمل مدرسة داخل القرية الصغيرة أو النجع الصغير حتى لا تسير الفتاة مسافة كيلو أو 2 كيلو. يعني لو عندنا هدف، وإحنا أعتقد أن أهداف الألفية مش هنقدر نحققها، مش الأهداف التنموية للألفية مش هنقدر نحققها، لو عندنا هدف أن 27% دول يقلوا يبقوا كام؟ أنا متصور أنه يعني لابد نشتغل في إطار الملايين وليس في إطار الآلاف. يعني انا شايف المبادرات كلها بتتكلم عن 120,000 150,000 200,000 خلال السنه الجايه. انا اتمنى ان احنا نصل للارقام الى ما يقترب من مليون، لان احنا لو عملناش كده محتاجه حمله قوميه كبيره جدا، واحنا بنعد ليها ان شاء الله ومع اليونسكو، ويمكن المؤتمر شغال هتعلنوا عليها 3 ايام، هم هيجوا لي الخميس ان شاء الله هنناقش المساله يعني نعمل اجتماعات مع جامعات الاهليه للتوسع في هذا المجال واعلنها بشكل متكامل. قبل ما نواصل هذا الحوار خلونا نسال نقرا بعض الاسئله للناس. وعندي سؤال اولاني حول تحويل المدارس القوميه الى تجريبيه، وفي اعتقد مدرسه جمال عبد الناصر من المدارس اللي بتعاني من ذلك. هو لحضرتك كان في خطه لوزاره التربيه والتعليم فتره سابقه انه يتم تحويل المدارس القوميه الى مدارس تجريبيه، لكن بعض اولياء الامور وبعض المتصلين بهذه المدارس رفعوا دعاوى امام القضاء الاداري وصدرت احكام بإلغاء قرار الوزير في هذا المجال، ما عدا هذه المدرسة التي لم يطعن أحد على القرار الوزاري فيها وبقيت، وبالتالي تم تحويلها إلى مدرسة تجريبية. المشكلة اللي أثيرت في هذه المدرسة أن المعلمين فيها عايزين يعرفوا وضعهم، لأن هم أصلا مش تبع التربية والتعليم. نعم. فإيه الوضع بالنسبة لهم؟ هيستمروا إزاي؟ فأنا أعتقد أنه تم في الأيام الأخيرة إبلاغي أنه تم التعاقد معهم بنفس الشروط، وبالتالي هيستمروا في عملهم بدون مشكلة إن شاء الله. طب بعض الأسئلة بقى. يسري محمد، أنا بطلب من سيادة الوزير الاهتمام بالتعليم الفني وخصوصا مدارس اسكندرية نظام ال5 سنين. صحيح، هو محق تماما. التعليم الفني بيمثل لنا يعني أهمية كبيرة ومشكلة كبيرة في نفس الوقت، وإحنا حاليا بصدد يعني خلال الأسبوعين دول بكتير إن شاء الله الانتهاء من الموافقة على الخطة الجديدة للتطوير والاستراتيجية الجديدة وتدبير تمويلها، لأن احنا أهم حاجة التمويل في التعليم الفني للانتاجات كبيرة ومكلفة للغاية. فيمكن حصلنا حتى الآن حوالي 2 مليار جنيه من المساعدات الدولية، إن شاء الله نصل إلى تحسين التعليم الفني مش فورا لأنه هياخد وقت طويل جدا. في 2 مليون تلميذ في مدارس ما فيش فيها تجهيزات خالص، في عدم انضباط في بعض المدارس، أنا مدرك هذه الأمور، لكن هناخد خطوات في هذا المجال، وفي رئيس قطاع التعليم الفني بيبذل جهده مع معاونيه في هذا المجال. رياض الأطفال، أرجو أن تهتموا شوية بالتعليم وخاصة الأطفال عشان حرام يتظلموا زينا كده. احنا كان عندنا مشكلة حقيقية ان كان في مصر نسبة الأطفال الملتحقين برياض الأطفال 13%، نسبة متدنية جدا على مستوى العالم، العالم المتحضر على الأقل المتطور. وبالتالي احنا من 2005 أخذنا مبادرة بالاتفاق مع كندا الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وقلنا هنصل إلى 60% من أطفالنا يروحوا رياض أطفال على مدى 10 سنوات. للأسف المشروع ما يمشيش بالقدر اللي احنا كنا نتمناه، متعسر إلى حد ما، لكن النسبة ارتفعت حاليا أكثر من النسبة الأولية، لكن ما زلنا بعيدين عن المستوى الذي نأمله، ونرجو إن شاء الله الجهد يتواصل مع الجامعات الأهلية أيضا في هذا المجال. متى يكون مرتب المعلم مرتب محترم ويتم تجريم الدروس الخصوصية والفصل بين الثانويه العامه والجامعه؟ ما اعرفش يعني في كل حال امنيتنا ان المرتب هاله محمد امنيتنا ان المرتب المعلم يكون اكثر يعني احتراما من الوضع الحالي.
الوضع الحالي ليس جيدا، وانا بقول بصدق ان احنا المجتمع اللي يمكن نحصل على تعليم كويس اذا حسن مرتبات المعلمين واهتم بالمعلمين بشكل اكبر من الحالي. في خطوات بذرت لكن ما زلنا طموحاتنا اكبر من هذا بمراحل. شيء ايجابي جدا يمكن ما اشرناش ليه في الجزء الاول من البرنامج اللي وزاره التربيه والتعليم شرعت فيه، هو مساله ترقيات المعلمين. المعلمين تعرضوا لظلم فادح في تطبيق قانون الكادر، لانه اهدرت اقدمياتهم اللي كانت عندهم في ظل قانون الوظيفه العامه. وبالتالي الخطه اللي حطيناها ان احنا ازاي نرقي اكبر عدد من هؤلاء المعلمين اللي يصل عددهم الى 600,000 قبل نهايه العام الميلادي ان شاء الله. انا بشرح لحضرتك ان احنا تم بالفعل التدريب، قلنا المعلم يترقى بدون امتحان، لغينا امتحان اللي كان مهين لكرامه المعلم واشتكوا منه باستمرار. يعني تم الغاء هذا، تم الغاء، وخطوه بالنسبه لنا كانت خطوه مهمه جدا بعد ما درسنا البدائل. البدائل قلنا ثلاث حاجات. اول حاجه ان التقرير الكفايه السنوي للمعلم، وده بيتم في كل الاحوال، عنصر نضعه في الاعتبار. الامر الثاني تقرير تقييم للمعلم من قبل مدير المدرسه او من قبل الموجه او المسؤول باي مكان الامر. والامر الثالث تدريب، لان الهدف من الكادر هو تاهيل مستمر للمعلمين، لكن لان المده قصيره قلنا تدريب قصير لمده اسبوع فقط هذا العام لهذه الظروف الخاصه. احنا بالفعل انتهينا يا فندم من حوالي 20,000 واحد تم تدريبهم خلال الاسبوعين اللي فاتوا، وبدأنا دورة تدريبية العدد يصل إلى حوالي 50,000 بدأت امبارح وتستمر مدة أسبوع إن شاء الله. طيب. ده كله عشان نصل إلى ترقية هذا العدد الكبير في غضون مدة قصيرة للغاية. أحمد عاطف بيقول لماذا لم يقم الوزير بزيارة المدارس التي تحت خط الفقر، ولماذا لم يصور التلفزيون هذه المدارس بدلا من عرض زيارة الوزير لمدرسة المتفوقين بأكتوبر في أول أيام الدراسة؟ مدرسة المتفوقين لأنها تجربة جديدة، ولأنها أول يوم لهذه المدرسة، فكان ويوم سبت، ومعظم مدارس القاهرة والجيزة قافلة السبت، فكان ده اختيار طبيعي. المدارس اللي زرتها في القاهرة أو في الجيزة هي اختيار سادة المحافظين، لأن زي ما قلت لحضرتك إدارة الأعمال التعليمية اختصاص المحافظين. لو حضرتك ما بتقولش أنا عايز مثلا أزور المدارس اللي هي حالتها مش جيدة قوي أو يعني، لا أنا بزورها، وأنا زرت قبل كده في فترات سابقة وهزور تاني، لأن أنا مدرك، أنا من قرية، أنا مش من حي فاخر قوي، فعارف كويس المدارس وظروفه، وكنت طالب في هذه المدارس. فانا عايز اقول في النهايه مفيش حاجه خافيه عني في هذا المجال، لكن اختيار ان ازور مدرسه، انا مبدئي ان انا لا افاجئ المدارس لسبب بسيط، ان انا غير مختص بهذا الامر، لابد استاذن المحافظ والمحافظ يكون معايا في هذه الزياره. يعني انت مش زياره مفاجاه يعني؟ لا لا ما حصلش. مش من لا مش اختصاصي، انا راجل قانون بطبق القانون. الوزير غير مختص بهذا الامر. الاداره العمليه التعليميه، اكرر مره ثانيه الماده 11 من قانون التعليم تجعل هذا الاختصاص للمحافظين وليس وزير التربيه والتعليم. عندنا حسام الديب، عندنا مشكله في مدينه كومومبو محافظه اسوان، يوجد ثلاث مدارس ابتدائيه واعداديه وثانويه بجوار مصنع سكر كومومبو، والدخان بتاع المصنع بيبهدل الطلاب وبيجي على الكراريس وبيوسخها، بالاضافه للامراض. أرجو حل المشكلة. أنا هكلف الأمنية التعليمية فورا والمكتب الوزير يدرسوا هذا الوضع، ونكون على اتصال بالسيد المحافظ في أسوان ونجد حل إن شاء الله إذا قدرنا في وقت معقول، لأن المدارس موجودة، نقلها ربما ياخد وقت. الثانوية العامة، أسئلة كتير عن الثانوية، الناس قلقانة من الثانوية، هل في تغيير في الامتحانات؟ لا مفيش تغيير السنة دي، وده حاجة مش جيدة في اعتقادي، لأن نظام الثانوية العامة يحتاج لتغيير، يحتاج لتطوير، وللأسف ما عندناش قدرة نطوره في هذه السنة. لكن اتمنى كمواطن مصري ان اراه يتغير سريعا، لانه نظام غير جيد، واحنا نبدا في افكار للتطوير، اعدادها للحكومه القادمه ان شاء الله تاخذ القرار المناسب في هذا المجال. ليه ما استجبتش لطلبات المضربين من اول يوم بدل ما تسافر الهند؟ شيري من الاقصر. شوف برضو ما دام من اللبس المتعمد من بعض الناس اللي بيدوا حقائق غير كامله، السفر الهند متحدد من 5 شهور فاتوا، ده مؤتمر للاي 9 او الدول التسع الكبرى في التعليم، وتم يعني دعوتنا ليه من اكثر من 5 شهور، موافقتنا على الذهاب من 4 شهور، فالميعاد معد سلفا، فايه دخل زياره لموضوع مهم؟ يعني ربما كان يعني فكره الاضراب، يعني ده شيء حصل قبل الاضراب، يعني المظاهرات اللي تمت في وانا مسافر في كل حال تمت وما كنتش اتوقعها، والميعاد محدد سلفا، وانا سافرت قبل المظاهرات بتاعت 4 ايام من غير ما اعرف ان هيتم المظاهرات، فده كل ربط يعني غير منطقي ومجرد نوع من التضليل غير محله في واقع الامر. هل ما زال الصف السادس الابتدائي شهاده عامه لاتمام مرحله التعليم الاساسي، ولا تم الغائها؟ هدير نبيل. لا اتمام التعليم الاساسي بيتم في الثالثه اعدادي، لكن في شهاده عامه في سته ابتدائي على مستوى المحافظه. بس موضوع سنه سته ده ادنى بصراحه، في سنه وكذا وسنه موجوده سنه سته، بس انتهى من زمان الحكايه دي. أنا أخصائية بمدرسة ثانوي، أنا وزملائي ضد الاعتصام والضغط على الحكومة في الوقت الحالي، لكن موضوع الحوافز يجب أن يؤخذ في الاعتبار.
ده حقيقي، هي محقه. وانا عاوز في النهايه ان احنا بنتكلم عن المعلمين في اطار الكادر، لكن في فئات اخرى في التربيه والتعليم تستحق الاهتمام، منها مشرف الانشطه والاخصائيين وغيرهم الناس، وهم كلهم محل اهتمام. بس هي يعني الست محقه تماما انه الوقت الحالي ربما ما يقدرش نفي فيه بكل يعني ما يطلب لظروف الدوله، واحنا يجب نقدرها. وبعدين احنا في الواقع لازم نراعي ان احنا في خدمه المجتمع، ولا يجب اطلاقا ان احنا نضرب المجتمع من خلال الاضراب، لان الاضراب معناه معلم في مواجهه ولي الامر، وهذا ما لا نتمناه على الاطلاق. هي بتكمل الحقيقه ايضا، لان هل ينفع ان يجي لنا قرار ان الوزاره هتخصم حوافز شهري 7 و8 من اللي اخذ اجازات فيها من مرتب الشهر اللي جاي؟ طب ما قلتولناش كده ليه من الاول، ما كناش خدنا اجازه؟ لا، الوزاره ما عملتش حاجه من دي خالص، ولا يصدر عننا، ولا يمكن يصدر حاجه زي كده. اذا كان تم على مستوى مديريه ومديريات نراجع الامر، لكن يعني البعض يفهم حتى ان الاجازه الرسميه هي ضمن ايام العمل، يعني ما حدش قال انها مش ضمن ايام العمل. يعني في لبس برضو متعمد في هذا الامر، لما قلنا 18 يوم فده داخل فيها ايام الاجازات المصرح بيها. في اقتراح، ايه رايك ان كل تلميذ يدفع 10 جنيه كل شهر ويقسموا الفلوس على المدرسين ويجرموا الدروس الخصوصيه؟ هو في كم تلميذ في مصر وكم مدرسه؟ عشان نخلص احنا عايزين نجرم ريهام عبد العزيز نحو الدروس الخصوصيه، لان احنا عايزين نغير نظام التعليم، ما يسمحش بدروس خصوصيه، لان ما بقاش في حاجه اصلا الدروس الخصوصيه. التحصيلي بقى يا فندم، عشان انا مش فاهماه، وجالي وجا السؤال ده مع وزير التعليم العالي وكل المشاهدين من السعوديه كانوا زعلانين ان انا ما قريتوش، ايه موضوع التحصيلي؟ لا، مساله القدره دي مساله متعلقه بالتعليم العالي. انت عارف حضرتك عشان تخش الجامعه في مصر النظام على ما هو عليه مكتب التنسيق. في الدول العربيه بدأوا يحطوا الدرجات في امتحان، وفي امتحان قدرات واشياء من هذا القبيل. فلما بيجي طالب درس في السعوديه او في الدول العربيه ويدخل مصر، عندنا مشكله ازاي ندخله ونحسب له اي حساب. فالمجلس الاعلى للجامعات حاطط قواعد في هذا المجال، يقدر يرد عليها السيد وزير التعليم العالي مش انا المختص. طبعا انا اوعدكم السؤال التحصيلي بالذات هتصل تاني بوزير التعليم العالي واساله عليه، عشان كل الرسائل اللي هي زعلانه ان احنا ما سالناش هذا السؤال. في نهايه هذا الحوار، ماذا تقول للمضربين؟ يعني هذه الازمه الان الموجوده، تقول لهم ايه؟ احنا دلوقتي بنتكلم على حل على المدى القصير نتمنى ان يظهر خلال عده اسابيع، ارجوك وجه لهم الكلام. يعني انا عاوز اقول في النهايه انه مطالب المعلمين المشروعه ستكون محل تنفيذ ان شاء الله، بعضها قريب جدا وبعضها ربما في مرحله لاحقه حسب امكانيات الدوله وحسب قدرتنا على التنفيذ. لكن الشيء اللي انا يعني لا ارجو ان نستمر فيه هو مساله الاضراب، لان الاضراب معناها ان انا احرم طالب من دخول المدرسه، وده بيجعلنا في مواجهه اولياء الامور والطلبه، وده امر لا يعني أرضاء إطلاقا للمعلم الذي يريد أن يحتل مكانة كبيرة في هذا المجتمع، وهو قدوة لهذا المجتمع. فإذا كنت قدوة ومارس عمل لا يمثل قدوة، فبالتأكيد صورتي لدى المجتمع هتهتز، وبالتأكيد انطباع الأهالي عن المعلم سيتعرض للتلف، وهذا ما لا أرجوه على الإطلاق. فأنا أرجو أن احنا نعود للدراسة، و يعني هؤلاء يعني الزملاء الأعزاء الذين أخذوا هذا السبيل يتراجعوا عنه، وأن يفكروا في المصلحة الوطنية، أن يفكروا في سمعة المعلم في مصر ومكانته. وأنني مع كل الحكومة سنستجيب إن شاء الله للطلبات المعقولة في ظل الإمكانيات المالية الحالية، وزي ما حضرتك أشرنا في بداية الحديث أن عندنا إن شاء الله يعني بوادر أمل لنجد حل مسألة مكافأة الامتحانات وحذفها من الدخل الإجمالي عند حساب 200%. ولدينا أيضا نية لإعداد تشريع أفضل لكادر المعلمين يتجنب المشاكل المتعلقة بحساب دخل المعلم، يكون دخل ثابت وليس مرتبط بحافز إسابة كما هو الوضع الحالي. لكنك لن تتفاوض معهم يا فندم. هو ده إيه معنى التفاوض؟ ان احنا نقعد على ترابيزه واحده ممثلين لهؤلاء المضربين والوزاره ويحصل تفاوض. كل المعلمين اللي بيجوا يقابلوني بقابلهم بلا استثناء، لكن مفيش تمثيل. مكتبك مفتوح؟ يعني حضرتك اي معلم من هؤلاء بيروحوا لك؟ بالتاكيد والعشرات. ولو حضرتك بدي ناس من محافظه الجيزه، ناس من محافظه المنوفيه، ناس من محافظه القاهره مواعيد الاسبوع القادم. وفي عجاله، وده اخر سؤال، احلامك للتعليم المصري، يعني خطتك باختصار الى اين تذهب بنا بهذا التعليم، سواء انت حضرتك وزير قاعد معانا مستمر او وزير في فتره انتقاليه؟ شوف، التعليم المصري مشاكله واضحه لنا كلنا في المجتمع المصري. ازاي نحل هذه المشاكل؟ لابد يكون في رؤيه شامله تشمل كل عناصر العمليه التعليميه، وعناصر العمليه التعليميه معروفه للجميع. فنبدا بالمعلم والاهتمام بالمعلم، توقيره في المجتمع واحترامه وعدم المساس بكرامته، دخله،
يجب ان يكون مناسبا وتاهيله مستمر، لان تدريب المعلم وتاهيله عنصر مهم. المعلم الكفء هو الذي يحظى دائما باحترام اكبر من المجتمع. لو انتقلنا الى المناهج لابد لها من تطوير، لكن المناهج تتطور في العالم بشكل كبير جدا، عشان كده ما اتكلمناش عن مدرسه متفوقين اللي تشتغل بطريقه مختلفه تماما في اطار المناهج، عندها مناهج حره وليس مناهج ثابته، لان العبره ليست بمناهج مكتوبه وكتب دراسيه، لكن العبره بتدريب الطالب على حل المشكلات، على عمل مشروعات، على الذهاب للمعمل معظم الوقت، ودي تجربه ان شاء الله تكون فريده في التعليم المصري. سيد الوزير، يعني من الاسئله اللي جات لي وده اخر حاجه فعلا يجب ان اوجهها، ان الناس زعلانه، حاسه انك انت يمكن في بعض التصريحات اهنت المعلم او جيت على كرامته. هذا لم يحدث على الاطلاق، واتحدى واحد يعني يثبت ان في كلمه واحده مني في على مدى السنوات العشر الماضيه صدرت ضد او تمس كرامه المعلم، لاني معلم ولاني حريص جدا على كرامه المعلم، وانا اكثر واحد دافعت عن المعلمين، وعلى عكس ما ربما صدر عن اخرين لم يحدث في لحظه من اللحظات ولا اي سبب من الاسباب ان يعني حدث مني ما يمس المعلم، لان المعلم بالنسبه لي هو مثل وقدوه، واقول هذا الامر في كل مكان، ومن لديه امر عكس هذا فليظهره للراي العام بشرط ان يكون صادر مني وليس مكتوبا على لساني كذبا وافتراء. دي اصعب وزاره تعرضت لها؟ ده اصعب مأزق؟ لا اطلاقا، هي الوزاره صعبه، التربيه والتعليم وزاره صعبه في العالم كله مش لا يعني بس. بمرورك ب 2004 2005 وما حدث منها، ووزاره من اول دكتور شفيق بعد التنحي، يعني قبل التنحي حتى. انا هقول لحضرتك احنا مرينا بمراحل صعبه جدا، لما جيت في 22 فبراير وانضغط عليا عشان اجي هذه الوزاره لانقاذ موقف كان عندنا مشكله اكبر، هو عوده الدراسه. احنا كان عندنا اسبوعين مضوا من الفصل الدراسي الثاني لم تبدا دراسه فيهم، فكان لابد اخذ قرار صعب جدا ان انا اعيد الدراسه في ظل ظروف امنيه وظروف مجتمعات في منتهى الصعوبه، كان عندي الشجاعه ان انا اعمل كده، تمام. فاذا مساله الشجاعه عندي موجوده باستمرار لمواجهه اي موقف صعب. الموقف الحالي راجع لربما سوء تفاهم، ربما لمعلومات لم تصل في الوقت المناسب بالشكل المناسب الى المعلمين، وسنمر بهذه المرحله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. سيد وزير التربيه والتعليم دكتور احمد جمال الدين موسى، حبينا نعرض وجهه نظره في مجمل العمليه التعليميه وفي قضيه اضراب المدرسين بشكل خاص. نتمنى ان يعود كل مدرس الى فصله، الى تلاميذه، الى مسؤولياته. نتمنى ان يكون كلام الوزير ووعوده و أفكاره حول الحل المرتبطة طبعا بموازنة عامة وبقدرة الدولة وبموازنة تقشفية تكون ترضي البعض أو ترضي المضربين، وفي النهاية كل مسؤول عن رعيته، كل مسؤول عن نفسه وعن ضميره، ونرجع لضميرنا ونفكر في البلد قبل ما نفكر في أنفسنا. أشكركم، نتقابل الأسبوع المقبل، وهذه لميس الحديدي تحييكم. صباح الخير.